مرحبا بكم، مرحبا بكل المتفرجين. هذه الثواني الأولى من لايف فيسبوك لايف اللي نعمله فيه في مقرب الأمان. مرحبا بك هجر ترابلسي، أنت ممثلة المجتمع المدني في هيئة نفاذي ذا المعلومة، نورتنا شرفتنا. مرحبا بكم الكل. شيماء شنحوالك؟ لاباس محمد، شنحوالك انت؟ والله لاباس، هاني نعمل في لي ديرني تيست دو سون. الله غالب السيركيلاسيون تاع 6 تاع العشيه. اش قولك بالله هاجر في السيركيلاسيون؟ نعرف انه انت عانيت منها تو وانت جايه، وانا نفس الشيء. أبا حتى احنا فرحانين وفات اللي باش وفات عيد ميلاد سعيد ساعه قبل كل شيء. عيد ميلاد الانتخابات بتاع 23 اكتوبر 2011 بالضبط. لا لا مش عيد ميلاد، لا عيد ميلاد هجر، لا عيد ميلاد شيماء اليوم. عيد ميلاد سعيد على خاطر الست سنين. نعرف اللي رقم ستة هالنهارين الاخرانيين مغرومين به برشا تونس في الفيسبوك، ومع كل من غير ما نعلقوا عليه، اي بالاخص الشخص جاي من مساكن يعني. نتعداوهم في ست سنين من اول انتخابات حره. بون تري رابيدمون نقدموا رواحنا للي ما يعرفوناش، توما موجودين توا في مقر جمعيه بر امان، متاح لكم المجال باش تخليونا لي كومونتير، قاعدين نجموا نشوفوا الاسئله الموجودين لهنا. ما شاء الله يا يو بوكو دو كيستيون اليوم في نهار كامل في ليفينمون، والاسئله نحبوا نشكروا العباد الكل اللي اهتموا تفاعلوا وسالوا وتفاجئوا وشجعوا باش اشخاص اخرين يتفرجوا. يعطيكم الصحه الكل. شيماء محمد، كي جينا نخمو في الموضوع هذا الحق، فما برشا أسئلة طرحت بينا وبين روحنا قبل ما حتى نطرح هذا الموضوع للناس اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. النفاذي للمعلومة، موضوع كي تقول الاسم واضح جدا، كيف تقول الغاية منه زادة تقول واضحة، لكن هو من حقوق اللي يضمن هذا الدستور اللي فما برشا يتشكاو انه ما ناش نستغلوا فيها، سواء من اللي يطلب المعلومة سواء من اللي ينشر المعلومة. إذا ما فماش أوضح من هذا الحق، لكن يبدو إنه هذا الحق مازال ما هوش مستغل بشكل كامل. فاليوم الهدف من القاعدة هذه إنه خلينا نحكيو فيه. إحنا مشرفتنا هاجر ترابلسي لهنا اللي هي الممثلة ممثلة المجتمع المدني في هيئة النفاذ المعلومة، هيئة ينص عليها القانون، القانون اللي هو يترجم في الحق الدستوري. باش نحكيو برشا على القانون، باش نحكيو برشا على الهيئه. فما برشا اسئله جات على الهيئه زاد، اللي هي حاجه انا نشوفها حاجه صحيه برشا، انه فما وعي انه هذه الهيئه موجوده، لكن باقي فما بعض الاسئله اللي تحوم حواليها. باش نذكروا الهيئه هذه احدثها القانون، هيئه عندها نوع من السلطه القضائيه اللي هي قربت التقاضي في عوض ما نمشيو للمحكمه الاداريه وقت يكون فما يعني تقصير في ضمان الحق في نفاذ المعلومة. ولا عندنا هذه الهيئة اللي فما عدة أعضاء منها. علاش معانا هاجر اليوم؟ أولا لأن كان عندها رحابة صدر إن هي قعدت معانا نهار الجمعة، وعنا قعدة طويلة برشا وحكينا على الهيئة وشنو خلينا نقول الصعوبات اللي موجودة فيها، لكن زاد لأنه هاجر تمثل المجتمع المدني والنفاذ إلى المعلومة هو أمر ما يمسش فقط المجتمع المدني لكن المواطنين الكل. ونعرف محمد انت في هذا الاطار ديما تحب تركز على انه الحق للمواطن اي المواطنين مختلفين ويحتاجوا معلومات مختلفه. بالضبط، يعني نبداو دايخ في الحوار نتاعنا نهار الجمعه، مش نطولوا برشا احنا في الريكابيتولاتيف. فما في اغلب الاحيان وفي اغلب الاسئله جاتنا نشوف مثلا من المواطنين يتفاعلوا على الفيسبوك يقولوا لك الحق هذا هل هو متاح للمواطنين ولا متاح فقط لجمعيات ولا مؤسسات الدوله ولا بعض الاشخاص الماديه يعني شركات. خمسة عطتنا البلان، عسلامة خمسة، يعطيك الصحة. عايشك. اي افيت اي تونسي ما فماش ديستينكسيون ولا تفريق مش هكا هجر؟ يعني هو القانون هذايا ولا الحق هذايا عطاه القانون لاي شخص طبيعي او معنوي، يعني ما فماش معناتها شرط انت تكون تونسي ولا اجنبي ولا اي حد، تنجم تكون شركه، تنجم تكون جمعيه، يعني اي شخص طبيعي او معنوي عنده الحق في النفاذ الى المعلومه. تكون الكلمة تظهر لكم سهلة وصعيبة فرد الوقت، الخطر المواطن العادي ما يراش شنو تصلح له النفاذ إلى المعلومة في حياته اليومية، لكن هو هذية في كل يوم المواطن يحب يعرف مثلا الخدمات اللي هي تعملهم البلدية في هل بشي داوي بالناموس ولا مش بشي داوي بسنين. هذية سؤال أكثر سؤال يظهر لي وقتاش يتصير بشي لموا الفضلات، يعني هذية نسمى كلمة حق النفاذ إلى المعلومة، لكن هو حاجة تهم التونسي في حياته اليومية، بشوف الضوء متاع الشارع كان فما الكياس، ساعات نسمع في الراديو، الناس الكل بطريقة أخرى
يحبوا يعرفوا يطلبوا حاجات يطلبوا في معلومات. أوطان حق التعبير حاجة واضحة، حرية الصحافة حاجة واضحة، حق نفذ معلومة ممكن في المرحلة الأولى نجم يظهر حاجة مبهمة، وإحنا جسمنا هنا باش هالحاجة الفلوت واللي أوضح ما يمكن. فما تغيير كبير صار في القوانين اللي تضبط أو الإطار القانوني اللي يضبط حق نفذ معلومة، هو من الحقوق اللي تضمنت حتى قبل الدستور. يعني كان فما المرسوم 41 اللي جاء في عام 2011، كانت من أول المراسيم، من أول المراسيم اللي طلعت في مارس 2011 في ماي 2011، فتضمن حتى قبل. فواضح إنه هذا كان نجم نقوله من أهداف الثورة ومن مطالب متاعي اللي كنا في عالم وما نعرفوش، ما كانش عنا معلومات، وتوا ولا حق مضمون. هاجر، بين مرسوم 41 وبين القانون الموجود حاليا شو أهم الفروقات؟ قبل ما نتعرض على الفرق ما بين المرسوم والقانون، زي ما نقوله لحاجة مهمة برشا، اللي علاش هو المرسوم اعتبرنيه هو مرسوم ثوري، علاش انت تقول هي ثورة، خاطر هو بالحق عهد الثورة في علاقة المواطن بالإدارة متاعه ولا بالحكومة متاعه. قبل ما كناش نعرف شنو الوضع الاقتصادي الاجتماعي، برشا ناس يقولوا ما تبناش عنا ناس فقراء بطريقة هذية، ما كناش فما نعرفوا اللي فما كل حاجة. اليوم كي جي هو المرسوم ولا عنا الحق نعرف، أعطى الحق هذيك، بعد نشوفه كان بالحق استعملناه احنا باش عرفنا ذيك حاجة اخرى، لكن هو المرسوم ضمن الحق هذيك نجمنا نعمله مطالب برشا وباش نعرفه. هو المرسوم 41 اعطى الحق للنفاذ الى الوثائق الادارية وليس للمعلومة. وزيدة حاجة اخرى كانت استاذنا، شو الفرق هاجر؟ خاطر المعلومة موجودة في وثائقنا نجم تكون معلومة في وثائق. الفرق المهم هو تطلب اجتهاد أكثر باش تاخذ المعلومة من الوثيقة هذية، هذية هو أكثر باش نقولوا فرق. يعني حتى لو فماش وثيقة باسم المعلومة هذيك باقي عندك، نجم تكون معلومة صغيرة في الوثيقة، يعني مش لازم تقول أنت ما حضر جلسة، تنجم تعرف الأشخاص اللي هما حضروا في الجلسة مش ياخذوا المعلومات هذيك. لكن ابعد من هذيا هو المجال اللي كان طبق عليك. احنا كي صار في 2011 ما كانش فما هيئه دستوريه، ما كانش فما مجلس نواب، ما كانش فما برشا معناتها حاجات اللي هما ما كانوش موجودين، ما كانش فما دستور اصلا بالضبط. دونك فما برشا هياكل عموميه، الهياكل التعديليه وكل شيء ما كانش يضمنها المرسوم 41. وزادا ما كانش فما هيكل مستقل اللي هو نجم نتجهوله للطعن في قرارات أكثر من هكذا. المحكمة الإدارية عندها يعني ساعات نجم تحط لك 3-4 سنين بتبقى. عندها يعني مشاغل كبيرة برشا وكل شيء، لكن دور الهيئة ما هوش كان في الطعن، فما أدوار أخرى مش نحكي عليها بعد. فما المهم في استثناءات، فما حاجة كبيرة برشا اللي كانت قبل أي حد بالكاشي يحط سري وفي المرسوم يقول لك ما دام محطوط فما كاشي سرية هذيك المعلومة هذيك الوثيقة هذيك. نتصور اللي يسمعوا فينا اللي أي حد عمره مشى الإدارة يلقى من الكاشي موجود فما سري جدا وما نعرفوش كيفاش يستخدم، فما سري مطلق أصلا. بم هو ثم من الأسئلة المطروحة واللي شاركناها مع مختلف المتفاعلين معنا في الإيفنمان اليوم، جستمان هل هناك نموذج لتصنيف الوثائق اليوم في تونس باش نعرفوا أن هي وثيقة متاحة غير متاحة، تضر ما تضرش، أمنية مش أمنية؟ التصنيف هذيك حكاية أخرى. نحكي وشنو ما الوثائق المستثنيات من النفاذ، هذه اللي تحب تقول اي هو في شو اللي ينظم هذا الاستثناء ان فيت وي ولا خاطر التصنيف ريتن خاطر قانون وحده هو قانون وحده مازال ما خرجش التصنيف، لكن كيفاش نعرفوا الوثيقه اللي هي مستثنيات ولا مش مستثنيات؟ هذا سؤال ديما يتطرح مره برشا مرات، يقول عندي الحق نطلب المعلومه هذيك، انا قالهم يمكن خاطر ممثله من المجتمع المدني ديما اطلب عندك الحق تطلب مش عليك انت باش تعرف كان هذيك الوثيقه مستثنيات ولا لا، هذيك على هو الهيكل العمومي هو اللي لازم يبرر الرفض نتاعو. انا ذكرني زيد من الاول نسالو ذكرني كيف صحفيين انت حر كصحفي تسال اي سؤال تحبوا، اما الاستاذ هو يختار يجاوب ولا لا.
اكزاكتومون انت لازمك تسال وزاد كيف كيف كي يرفضولك لازمك تطعن هذايا حقك باش تطعن ويظهر لي بالطعن هو اللي باش يعطي الجوريسبرودونس يعطي يعطي الحاجات اللي هي باش نعرفوا بها اكثر شو الحاجات اللي حنا عندنا الحق فيها ولا لا لكن فقه القضاء يعني هذاش تقول فقه القضائي هو باش يوضح لكن نجم نعطيك يعني الريغل اللي احنا نجم نستعينوا بهم ولا تستعين بهم المكلف بالنفاذ هو الفصل الشهير عدد 24 بالضبط فصل المعروف اي اللي هما شوف القانون هو حدد فم اللي هما فما استثناءات قال فما استثناءات لكن الاستثناءات غير مطلقه أوكي. حتى لو مذكورة في القانون باقي قابلة ماهيش قابلة لاختباري الضرر والمصلحة العامة شنو المعلومات اللي هي مستثنيات معناتها هكا اللي هي المعلومات المتعلقة بالمعطيات الشخصية والحياة الخاصة الملكية الفكرية اللي هما حاجات مسجلة هذوكم مستثنيات فما زاد وقت اللي هما بعديك يمشي ويولي ما عادش يوليو على ملك العموم فما الدفاع الوطني والأمن القومي هذوما الأربعة استثناءات لكن هذوما الاستثناءات نعاودها ماهيش استثناءات مطلقة معناتها ش معناتها الأمن القومي ولا الدفاع الوطني هما بيدهم قابلين معناتها للتأويل حتى المعطيات الشخصية نعرف أنه إذا في حالات مثلا فساد أو حاجة يتم استثناء هذا الاستثناء معناتها تولي تنجم فما ولا حاجة تعرض الحياة أو الصحة العامة الصحة العمومية ولا معناتها فما برشا حاجات ساعات نقولوا أي حاجة اللي فك علينا ذيك الدفاع الوطني مش معناتها الدفاع يعني وزارة الدفاع كلها مستثنيت ليه مش معناتها وزارة الدفاع مستثنيت قائمة الناس المكلفين بمأمورية في مثلا في في الديوان عندك الحق تعرفهم عندك الحق تعرف كان فما سيارات إدارية عندك الحق تعرف المساكن الاجتماعية عندك الحق تعرف برشا حاجات يعني معلومات اللي هي في التسيير الإداري وحاجات وقتاش نجم تمشي تقول هذه أمن ولا دفاع وطني ولا حاجة من قومي الدفاع وقت استراتيجية الحربية متاع البلاد وقت حاجات اللي هي تحدث ضرر هذه هو تحدث ضرر شو معنى دعم معناتها كان العدو والإرهابي بش ياخذ المعلومة هذيك بش يستعملها كونتر البلاد التونسية هذا يظهر حاجة يعني رائعة جدا لكن باقي فما ناس يمشوا ديما كيف جو يطلبوا يقولك لا ماش بش يجيبونها علاش علاش رغم انه عندنا قانون يعني تقريبا كل شيء متاح الا الاستثناءات والاستثناءات النجم زاد يعني نحكم فيها ساعات ماهوش مفصول فيها وماهيش مطلقه علاش باقي فما عزوف عن استخدام هذا الحق الدستوري قبل ما يكون اي شيء هو ساعة اولا هو الحق ذي ثقافه قبل ما يكون قانون هو ثقافه من شيء مزوج جوانب جانب المجتمع المدني هي هما يعرفوش الحق عندهم لازم زاد يتعلموا يعملوا الاجراءات اللازمه لضمان الحق هذا لازمهم يعملوا مطلب مكتوب كتابي معناتها لازم يكون يحطوا فيه الاسم ولقب العنوان يعني فما عده حاجات اللي انت لازمك تعملهم باش تقدم مطلب احنا انا مثلا حكيت تمشي تقول بربي عايش خويا تنجمش تقول لي باش ناخذ رخصه شنو اللي لازمني نعمل فهمت معناتها من غير ما نعمل انا كتابه معناتها حاجه مكتوبه ولا حاجه فما الثقافه هذه وفما حاجه اخرى فما ثقافه السريه في الاداره التونسيه اللي هي هذه زاده احنا كمجتمع مدني عندنا دور وحتى كهيئه عندنا دور ماشي الهيئه هي دورها للعموم يعني نشر ثقافه النفاذ وكل شيء لكن زاد دور من الإدارة دور المجتمع المدني دور متبادل هو من الناس الكل باش نغيروا الثقافة هذه شوي بشوي يظهر لي معناتها باش إن شاء الله هو سانتريسون قاعدين نترقوا كمرحلة أولى شنو ما الإجراءات كيفاش نجموا نوصلوا للشيء ولكن يظهر لي الأسئلة اللي وصلونا اليوم هما جوستمان ثم الإجراءات من جهة إجراءات نفاذ للمعلومة من جهة أخرى ثم شنو ما الصلاحيات متاع الهيئة ومن جهة أخرى ثم أسئلة على الهيئة في حد ذاتها يعني بو إن نجموا نكملوا بضعة دقائق شكركم على
مبدأ الإجراءات كيفاش نوصلوا لها. ثم مثلا بعض الأسئلة اللي طرحت لنا إن نجموا نشوفوا لهنا نقرأ تاع نور الدين عرامي حسب الفصل 29 يمكن لترب النفاذ الطعن مباشرة في قرار هيكل المعني لدى هيئة نفاذ المعلومة المنصوص عليها بالفصل 37. وهو يسأل كيف يمكن القيام بهذا الطعن عن بعد عن طريق البريد الإلكتروني مثلا، أو ما هي العناوين التي هي متاحة للاتصال بالهيئة نفاذ للمعلومة. هاجر ترابلسي ممثلة المجتمع المدني في هيئة نفاذ للمعلومة، شنو تجاوب الأخونا نور الدين العرامي؟ ما حكينيش على الهيئة بالكل، نحكيو على الهيئة بالكشي، مش نحكيو شنو دورها، هي شنو صلاحيتها. هي هي الحقيقة كي نجيو نشوفوا، سامحني يا قصيت عليك، كي نجيو نشوفوا الأكثرية سؤالها هو من وقتاش نجموا نبعثوا للهيئة المطالب التظلم أكثر منه شنو العنوان الأكثرية؟ خاطر هذا السؤال الأولي. لذا من أبارتيغ دو كون نجموا نبعثوا لها؟ وقت اللي تبدأ تخدم. وقتاش تبدأ تخدم؟ يعني إذا أنت تحب تقول إنه رغم انتخاب الأعضاء متاع الهيئة بقت الهيئة هذه ما بدأتش تخدم. وتطلب عدة إجراءات. به. أحكينا على الهيئة هاش وين وصلنا فيها؟ وقتاش نجموا نبعثوا تظلم؟ خاطر برشا أشخاص يحبوا يتظلموا وما هوش قاعدين ينفذوا المعلومة لعدة أسباب بعدها نحكي عليها. هما اليوم نجموا يتظلموا للمحكمة الإدارية علاش ليه؟ معناتها باش ما يضيعوش الوقت. لكن الهيئة وقتاش باش تبدأ تخدم؟ هذا سؤال أنا ما نجمش نجاوب عليه اليوم، ما عنديش المعطيات الكاملة باش نجم نجاوب عليها. هيئة النفاذ للمعلومة ما عنديش المعلومة. المعلومة ماذا بينا بيتي نعرفها. مثلا شو المعلومات اللي تحتاجها؟ مثلا ما عنديش في الميزانية 2018 ما عنديش ميزانية مرصودة. احنا للهيئة باش تخدم معناتها ما عنديش حاجة اللي هي تمكننا باش نكون عندنا مقر باش نبداو ناخذوا حتى بيرو ونجتمعوا فيه. يعني اخر اجتماع عملتوه وقتاش؟ نهار الخميس. وين عملتوه؟ في مقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. اوكي. سي شوقي قداس. سي شوقي قداس عطانا نشكروه يعطينا القاعة الاجتماعات نتاعو باش احنا نجتمعوا ونعملوا الجلسات التحضيرية. كيف نقولوا ما فماش ميزانية مرصودة لعام 2018؟ معناها ما جاكم حتى معلومات حول الميزانية متاعكم في 2018؟ انتوما ما ناقشتوش ميزانية مع الحكومة؟ كيفاش؟ احنا تم انتخابنا في جويليا. بعد ما معناتها انتخبونا في نص جويليا، من بعد نقعدوا نستناو حتى لين يجينا الامر اللي هو لتعيين. جاء الامر لتعيين، ادينا اليمين من الوقت هذاك وخرج التسمة نتاعنا، خرجت مليناش حتى شهرين، نزل ما مليناش شهرين ملي خرج خدوة تعملوا شهرين بعد خدوة يظهر لي نعملوا شهرين بالتسمة نتاعنا. دوك احنا معنا مع تصيفة إلا ما نسميه حاجة نجم نقشوا أي حاجة منها الميزانية نتاعنا. حضرنا احنا مشروع ميزانية، حطينا في حاجات لل 2017 وحاجات للميزانية، مشروع ميزانية لل 2018، لكن ما كانش الوقت كافي باش يعني هما ديجا بداو الخدمة نتاعهم والميزانية يعني الميزانية الكبيرة ميزانية الدولة تعملت، قالك سي يعني مخر توا باش ندرجوا ميزانيتكم. حسنا انا وشي ما قاعدين نغدروا تما دي بوينت انتيروغاسيون فوق ريوسنا. اي حتنا تاريخ التاريخ. انا نتمنى اللي يسمعوا فينا من الناس اللي نجموا يجاوبون على الاسئله هذه، ونجموا يجاوبون في لي كومونتير. راكم قاعدين نشوفوا فيهم لي كومونتير. التاريخ الوحيد اللي نعرفه هو 15 اكتوبر، هو التاريخ اللي لازم يتصب في قانون الماليه في مجلس نواب الشعب. اسكو انتم بعثتوا البيجي هذا قبل 15 اكتوبر؟ والله احنا اللي عملناه من سبتمبر. من سبتمبر. لكن الحقيقه باش نبدا معناتها معاكم، مانيش انا اللي مع كل متفرجين توا الكل، لا ما فما حتى مشكل. رئيس الهيئه هو اللي يمشي وقاعد يقابل، يعني قابل حتى الاسبوع اللي فات رئيس الحكومه والكاتب العام، ومعناتها
ويظهر لي حتى 25 سبتمبر احنا احتفلنا اليوم العالمي للنفاذ للمعلومه وقابلنا السي بن غربيه ومعناتها الوزير المكلف بالعلاقه مع هيئات الدستوريه والمستقله والمجتمع المدني وحقوق الانسان حقوق الانسان اللي هو نفاذ المعلومه من حقوق الانسان الفصل 32 فصل 32 هاجر سؤالي لهنا قابلتوا الحكومه لكن الحكومه قالت لكم فات الفوت على غالب اللي باش يناقش ويصادق على الميزانيه هو مجلس ما بالشعب فما سؤال تبعث لنا برلمان البرلمان فما سؤال تبعث اللي هو هل باش تطلبوا مقابله مع لجنه الماليه باش نجموا تطلبوا انه يتم اخذ ميزانيه لهيئه النفاذ للمعلومه بعين الاعتبار والله ابن احنا ناقشنا اخر اجتماع على حكايه استقلاليه الماليه نتاعنا الحقيقه احنا في القانون هذايا يبدو من الواضح اللي احنا ما عندناش استقلاليه ماليه واحنا خاضعين للماليه العموميه يعني عندنا شخص اللي احنا اي حاجه نشريوها لازمنا مصادقه يعني عاليه ما عندناش حقيقه هذايا اشكال كبير الاشكال يظهر لي هذا باش يتحسن للهيئات الدستوريه لكن احنا مانيش هيئه دستوريه احنا نسميه هيئه مستقله باش نوضحوا مش معناها غير الدستوريه معناها خارج الدستور لكن مش منصوص عليها في الدستور مش منصوص عليها في الدستور دونك هما كهيئه دستوريه عندهم قانون باش يخرج واحنا باش نشوفوا هل احنا نجموا نلقاو حاجه صيغه او اخرى باش نضمن الاستقلاليه الماليه نتاعنا علاش نقول هي مهمه الاستقلاليه الماليه على خاطر احنا اليوم حتى وكان معناتها معنا حتى شك في انه رئيس الحكومه وعندها يعني الرغبه باش تساعدنا وباش تعطينا ميزانيه ولا باش تعطينا تسبقه على الميزانيه باش احنا نبداو نخدموا ما عندك شك على خاطر بعثوا لكم تسبقه ولا خاطر قالوا لنا معناتها ما تخافوش نبداو نعطيكم احنا توا باش تبداو تخدموا كل شيء لكن احنا نقعد ديما تحت الرغبه هذيا يعني سمحني شيماء ثم من الاسئله اللي جاونا اليوم من شي حرافي من المكنسه اللي نحيوه قال لنا ثم وزاره تعهدت ووعدت باش تنتدبنا صححنا الاوراق وما خليناش ديشارج وقعدنا فقط مربوطين بك الوعد إذا طرحت سؤال هذا خاطر ذكرني شويه بال قداش عندهم يستناوهم برشا برشا من ماي اللي فات لذا الوعود يعني شيء ما ساعدني في الترجمة فان دي بروميس لانجاج كو سو كي يعني كي نجيو نقارنوا عن المحكمة الدستورية حسب الدستور يعني حسب الدستور لازمها تتحط عام من بعد مصادقة على الدستور القانون الأساسي نتاعها حاضر من 2015 في الأجيال ولكن هو ممكن علاش تحتاجوا فلوس هاو قاعد تتلقاو هاو سي شوقي قداس معناها في هيئه الحرمه علاش انا حبيت نقول لكم شنو تحتاجوهم اي احنا صلاحياتنا شنو هم عندنا ثلاث صلاحيات مهمه اللي هي اولا عندنا سلطه قضائيه يعني نبتوا في القضايا القضايا الطعن اللي اي عبد يطعن في رفض يجينا لنا احنا واحنا عندنا يعني لازم يكون عندنا اشخاص اللي هما يعملوا البحث الابحاث اللازمه خاطر احنا كمجلس نجتمعوا يمكن مرتين في الشهر يمكن اكثر لكن احنا مانيش احنا باش نخدموا الخدمه احنا مانيش متفرغين احنا باش نحضروا مش ماكمش متفرغين مانيش متفرغين احنا فما رئيس الهيئه ونائب الرئيس هما المتفرغين طب كيفاش تقسمهم شهريتهم لازم باش نخلص سامحني اذا كان ماكمش متفرغين معناها ما فماش برشا طلب وما فماش برشا تعاونات وما فماش برشا خدمه باش تخدموها يعني كي نشوف المهام نتاعكم تبارك الله احلى باش يبدا عندنا اداره اللي هي باش تقوم بالحكايه انتم باش تتلموا كي باش تتلموا باش تبتوا باش نبتوا ولا باش تحضروا تقارير ولا حاجه كيما هكاك باش نصادقوا على حاجات معينه باش نشوفوا كان هذه الحكايه تنجم تكون كافيه ولا لا معناتها هذه ما نجموش احنا
نقولوا باش يكفي ولا ما يكفيش واسكو لازم نتفرغوا ولا ما نتفرغوش لازم نجربوا دو توت لي مانيير مش انتوما اللي باش تقرروا اسكو تنجموا تفرغوا ولا لا خاطر هذا من 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 القانون هو اللي يثبت من القانون ماهوش زعما نجموا بدلوه نجموا نطالبوا باش نقولوا راهو سي با بوسيبل معناتها باش هذايا مش اشكال لكن عندنا صلاحيات كما قلت لك القضائيه في التقصي في البحث في الابحاث اللي باش نعملوهم لازم معناتها ناس باش تعمل تقوم معناتها انا عندي ناس عملت 100 مطلب عندهم 70 غدا يهبط علينا 70 مطلب كل مطلب لازم اوكيت شكون باش يفهم الخدمه هذه لازم ناس والناس هذه لازم تخلص مثلا شكون باش يخلصهم كي ما عنديش ميزانيه قداش تقريبا ميزانيه تحتاجوا هل عندكم تقدير ولا يا على ساعة معناتها احنا كنا سان كمان لك الصلاحية ساعة هذه هي صلاحية الأولى اللي قبل عندنا صلاحية أخرى اللي هي رقابية اللي هي لازمنا نراقبوا مدى التئام الهيئة العمومية لأحكام القانون هذا باش نشوفوهم هل هما قاعدين يعينوا في المكلفين ما عينوش عملوا ما وقع الويب ولا ما عينوش نشروا فيهم ما نشروش يعني هذه متابعة الالتزامات المحملة على الهيكل العمومي. إيه عندي سؤال. ليش الهيكل؟ فما جمعيات كما جمعية البوصلة كما جمعية أنا يقظ اللي مطلعوا تقارير على شكون اللي عنده موقع إلكتروني شكون عنده مكلف مثلا البوصلة فيما يخص البلديات أنا يقظها وفما شكون يقوم به العمل هذا شو الفرق إذا الهيئة هي اللي تقوم به؟ إحنا رو ما نجموش نعتمدوا معناتها على نجمو نكون نجمو ولا ما نجموش يعني هذه مش لازمنا نشوفوا هل الميثودولوجي معناتها هل طريقة اللي انتوما قيمتوا بها نجمو نعتمدوها ولا ما نجموش نعتمدوها خاطر التقييم هذية لازم يكون مسؤول تقييم مسؤول وعلمي معناتها أنا كنقول المواقع لازمني نجبد 300 بلدية وفي 300 بلدية في النهار هذاك ولا في الأسبوع ولا في شهر ما نجمش أنا واحد أن نقيمه في ماي والآخر نقيمه في سبتمبر والآخر أنت خطو عمل الموقع ويقول لي ليه أنت حسبت في جوان وأنا وقتها مازال ما عملش هاو شهر من بعد هو تعمل فهم لازم نجيو مثلا كل بيريود هذيك نقيمه ولازم يكونوا المعلومات اللي هي محطوطة مثلا نعطيك أنا في المتعب النجم المعلومات اللي محطوط فيها في القانون الكل لازمنا نتبعوا الالتئام تاعها هذه باش نوصلها خاطر المعلومات اللي محطوطه هل بطلب من غير طلب تحكي لنا على النشر نحكيو احنا النشر الاستباقي فهمت مثلا هذه فما حاجات اخرى اللي هي في تعيين المكلف في خطط العمل في الدليل الاجرائي فما حاجات اللي هما لازم عليهم في المنصوصه في القانون فهمت هذا هو اللي انا نحكي لك عليه اللي لازمنا احنا نشوفه هل هما عملوا هالحاجات هذوما ولا ما عملوش؟ وإذا ما عملوش؟ لسنا نعملوا تقرير ونقولوا شكون من الهيكل ما عملوش، احنا ما عندناش أكثر. ما عندكمش قدرة احنا لازمنا نقيموا فهمت؟ احنا باش نعملوا لهم هذيك حكاية أخرى، احنا توا لازمنا نقيموا ونخرجوا تقرير. باهي الهيئة ما تنجمش. التقرير هذوك التقارير نتاعنا باش يمشيوا للثلاثة فصولات اللي هما رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، بناء على التقرير نتاعكم هاجر اللي ان شاء الله مشات معناها ان شاء الله يولي عندكم الامكانيات والميزانيه تنجموا تتلموا تتم تجاوز للسلطه من قبل مؤسسه اذا هي ما تلتزمش بالقانون هل بناء على التقرير هذا ينجم المواطن يرفع قضايا نتاع تجاوز السلطه بالمؤسسات اللي باش تذكروهم اللي هي تستجيب ولا ما تستجيبش فما في مثلا في نتعرف في النشر التلقائي كان انت تظهر لك اللي ما فماش فما معلومه اللي لازمها تتوجد خاطر احنا الحقيقه ما تعرفش ما توضحيه فما الاف من الهيكل احنا مانيش باش نقدروا باش نعملوا هكاك معناتها باش نعملوا نقيموهم الكل فما زوز طرق احنا معناتها الهيئه وحدها تقول اي اليوم باش نعمل تقييم للمواقع الويب تاع الوزارات وتنجم انت كجمعيه ولا كمواطن ولا كشركه تقول لا انا حاجب المعلومه هذيك والمؤسسه هذيك ما التزمتش بالنشر التلقائي تنجم تشكي للهيئه والهيئه تقوم بال معناتها باللي لازم وتراسل وكل شيء دونك هذا هو يقول قائل عليه حكينا على الشكوى كنا نتناقش انا ومحمد قبل ما تجي هاجر بحثينا على علاش دعوه تجاوز السلطه اقرب للفهم من ممارسه الحق في حاجه كما نفاذ للمعلومه ويظل مازال يعني او قيد نعرفه انه اذا عدم الاحترام نفاذ المعلومه منها نشر الاشياء المذكوره في القانون هو عباره عن تجاوز السلطه عدم احترام للقانون اللي موجود من قبل المؤسسات كنا نعرف شنو هو الاحساس انه كنا نتظلموا
اما النجم نبداو مظلومين من غير ما يبدا في بالنا مثلا لو فات انه ثم بعض الهيكل الاداريه ما عندهمش هيكل الدوله ما عندهمش مواقع نبدا برئاسه الجمهوريه كارتاش بونتيان كان يخدم 3 سنين التالي ولا 4 سنين التالي ما عادش يخدم توا هذايا ماهوش يعني ظلم من كل كسور حسب ما فهمت القانون او وزارات او عدم وجود ميزانيات مثلا هاجر انا نقترح عليكم نزربوا شويه خاطر ثم برشا اسئله انا حبيت نقول لك نجم حدا بعد التدخل نتاعك نعملوا بوز ونجاوبوا على الاسئله باش نجاوبك على الميزانيه الثالث محور اللي هو من صلاحيات ولا من مهام الهيئه هي الجانب التحسيسي والتوعوي والتكوين اللي اليوم باش نعملوا احنا سبوت باش نحديوها في التلفزة في الراديو قلهم يا ناس راكم عندكم الحق تعملوا مطالب نفيذ لازمكم هاو شو اللي لازمكم هاو المطبوعة اللي باش تكتبوها هاو كيفاش هاو في شنو تصلح ما عرفش انا لازمنا باش نحطوا كيما الانتخابات كيما توعية كيما الانتخابات كيما هيئة مكافحة الفساد هذه الكل يطلب ميزانية يعني هذا ثلاثة حاجات نحكيكش على الحاجات اللي احنا في عملنا باش نعملوهم اما هذوما ثلاثه حاجات المهم الكبار نتاع الهيئه لازمهم فلوس dernière question في الموضوع هذا هل تحدثتم انتم في وسط الهيئه انكم مش تطلبوا الاستماع في لجنه الماليه في البرلمان طرحت المساله اوكي خاطر هذاك ما طرحتش ولا قررت ان ماكمش باش تطلبوا احنا لا ما قررناش ما حكيناش الحقيقه النجم نحكيوا فيه الموضوع لكن احنا حكينا على كيفاش باش نجموا نطالبوا بالاستقلاليه هذيك علاش انا عاديش حكيت لكم على ثلاثه مهام الكبار والصلاحيات الكبار باش نفهمكم انا اليوم وقت اللي انا هيئه فقيره معناتها نفتقد الاقل حاجات كيفاش انا اليوم شنو هي موقفي كي نجي الحكومه نقولها بربي عايشك انت ما عملتش موقع الويب نتاعك وانا خذ حاجتي طلبتها في فلوس باش تعطيني باش نشري بيرو معناتها فما لازمنا يكون عندنا اريحيه باش نخدموا باش يكون عندنا زاد استقلاليه باش نجموا احنا نراسلوا الناس ونضغطوا عليهم مش ضغط يعني لازم نكونوا يعني واثقين من روحنا مش نجي نقول له بربي قال مي لا غدوه اعمل انت هكاك طب انا غدوه انا قصدي نقطه نقطه مهمه برشا هذه النجمه ليه كانت شغيمه اذا لازم تفيدها ممكن باش نحصلوا الجزء الاول من الحوار هذايا ونتعدوا الاسئله الاجابه الاسئله بطريقه في مرحله اولى بطريقه ديناميك شويه ولكن النقطه الاخرانيه كما نبيها نحب جوست ناكد عليها انه المحكمه الاداريه الهيئات العديد من الكور دي كونت دائره المحاسبات ياخذوا ميزانيتهم محاله من رئاسه الحكومه ودائره المحاسبات في جمعيه بر امان مشينا قمنا بحصه اكتشفنا المهام نتاعها والقانون الاساسي اللي نظمها وتحدثنا مع القضاة الغادي كيف المعضله نتاع انهم يحبوا يمشيوا يناقشوا الميزانيه نتاعهم قدام لجنه الماليه ومش مع رئاسه الحكومه هل الاوتونومي هل الانديبندنس الاستقلاليه هذه الكل سي لو نير دو لا غير يعني هذا القلب نتاع حرب التوازن ما تنساش حاجه الفرق الكبير ما بيناتهم هما واحنا سيكو هما موقفين هما ما يشوفش قص عليهم شهريه هو يخلص دو توت فاسون احنا هيئه ما نخلصوش فهمت احنا مانيش موظفين عموميين الفا حتى القضاة الزوز قضاة اللي هما رئيس الهيئه ونائب الرئيس اون فوا باش يولي تابع للهيئه معناتها تتقصلو شي داتاشمون تتقصلو شهريه معناتها دون لو سونس ما عادش يخلص اي تو سامبلومون داتاشمون يعني الحق نتاعو فيه يعني على ستاتيو بارتيكولي نتاع الهيئه وفهمت يعني ما عادش هو الاخر قاضي بطبيعته دائرة المحاسبات هو قاضي هو يعني في مهام وحتى كان يبدا قاعد في بيروه ويقولوا له يا خويا ما تخدمش خدمه ما نجمش ما يخدمش خدمته هو عنده قانون يتبع فيه هاجر باش نسالك السؤال اللي ديما يتطرح كل ما نحكيه على استقلاليه اي هيئه ولا بلديه ولا جهه ولا اقليم جزء من الدوله استقلاليه تخوف مش عليك على تفكك يعني انت كيفاش نجم انا نسال في الاسئله اللي تطرح كيفاش نجم تبرر دعوتك انك تحب تكون مستقلة لكن انت ضمن يعني انت جهاز من اجهزة الدولة اللي نص عليه القانون بالحق هو هذية ديما يتسأل المشكل في تونس في العالم اجمع في كل ما فما سلطة فما بوفوار وان كونتر بوفوار في كل الديمقراطيات
فما فما سلطة تنفيذية، فما مجلس نواب، فما هيئات، فما حاجات يعني اللي هما ينقصوا من السلطة، من هيمنة سلطة واحدة. هذه قانون التوازن بين السلطات، التوازن بين السلطات، هذه قانون لعبة ديمقراطية حاجة عادية. في احنا في مرحلة انتقال ديمقراطي وفي بناء مؤسسات، باش اي ما تسيب انت شوية من السلطة نتاعك تخاف، هذا ليجيتيم. لكن هوني فهمت انا السؤال نتاعك، ما تعرفش نجيك. اي سلطة لازمها خاضعة للمسائلة، اوكي، فهمت، مسائلة من الشعب اولا، خاطر هو انتخب، احنا منتخبين، احنا منتخبين من مجلس نواب الشعب باسم الشعب، باسم الشعب. دونك احنا بينا لازمنا نكونوا خاضعين للمسائلة، مش هكيك نخدموا واحد، فهمت؟ هو هذا احد اوجهها راهو اللي احنا نسالوا فيه. اي وانا جست نحب نقول للي يسالوا كيف صباح ومهاب ويوسف باش نجاوبوا على اسئلتكم. خليه دونك اذا كان نجم نحوصل الفكره هجر طرابلسي، انه ثم ما ثماش خوف من انه تكون ثم استقلاليه في وسط هيئات ولا مؤسسات دستوريه ام لا، كانت على خاطر فان تكون ثم توازن. يعني كيف ما انتم تنجموا باش تاخذوا ميزانيه، الهيئه تنفذ معلومه تاخذ ميزانيه، في نفس الوقت السلطه التنفيذيه هي الوحيده اللي تنجم تقترح قانون ماليه، ولكن السلطه التشريعيه تنجم تبدل فيه هذا باحترام توازنات. ثم ان اكيليبر ديناميك اللي مرات يمرض اذا كان الماكينه واحد سلطه من سلطه ولي اكبر، ومرات النجم نحاولوا ديما نوصلوا نعدلوه. لازم نجاوب، نطرح لكم اسئله ونطرح عليك اسئله سوفسي شي ما عندك نقطه. لا لا تفضل. لا جست حبيت غير باش نزيد كلمه برك، اللي كلمه خاطر يستنوا برشا يسون تري امباسيون. اللي انت ما قلتي المساءله قدام الشعب، هذا هو اللي يعني شو معناتها. معناتها لازم الشفافيه التامه في هالسلطات هذوما، في هيئات هذوما، مهم برشا باش نخالفوا كراين. لي مهم برشا. انت كانك تطلب من شخص الشفافيه، شنو خاطر تشديدك على هذا الشيء؟ لا على خاطر هو علاش توا نحس فما توجه الراي العام اليوم ضد الهيئات هذه. اوكي، علاش ضد الهيئات هذه؟ خاطر حسوا اللي ما فماش شفافيه. فهمت. كريم بالحاج عيسى، كريم بالحاج عيسى، ماذا أعدت الهيئة لتكون مثالا للشفافية فيما يتعلق بانتدابتها، ميزانيتها، نشر أعمالها، اجتماعاتها التحضيرية إلى حين استكمال تأسيسها، وفرض احترام قراراتها المستقبلية؟ وصباح بالحاج يوسف نقولها من سيب سؤالك. نجيبوا الكريم بالحاج عيسى. آخر اجتماع، آخر اجتماع تعدل المحضر متاعه وين؟ احنا ما عملنا حتى محضر. أوه. ان توكا فما دي نوت قاعدين يتاخذوا، فما يظهر لي نائب، أخطر احنا طلبنا باش يكون فما محضر. نائب رئيس هو قاعد ياخذ في لي نوت، لكن ما كانش فما، معناتها ما نجموش ننشروهم في حتى مفتوحه اجتماعاتكم؟ لا مش مفتوحه، خاطر احنا شنو اللي نحكيو فيهم اجتماعاتنا باش تسخن في وصلنا. دقيقه ذكرني في رئيس بلديه قابلته الجمعه اللي فاتت، قلت له طلبنا منكم الميزانيه، قال لي ايش عندك تعمل بها الميزانيه انت؟ لا مش هكا، على خاطر احنا ما عندنا شيء باش فهمت شنو يعني. احنا قاعدين نشوفوا شنو مثلا فين وصلنا في المقر، فين وصلنا في الميزانيه، ولكن في حد ذاتها هذوما معلومات قيمه جدا. يعني كي تجي تشوف انه موجودين هما في الاعلام، احنا قلنا هذوما الكلهم باش يحضروا وباش يتنشروا، لكن كيفاش باش يتنشروا؟ هو موجود في الاعلام، شكون باش ينجم يعمل مطلب الولد، شكون وفين؟ فهمت. ما عنديش حتى ميل انا باسم الهيئه، ما عندي حتى حاجه اللي انا تخولي اليوم باش ننشر ولا باش نحط باش نتج على صفحتي انا الخاصه. ليه معناتها مش كذا؟ مش يعني ممكن الحل ينجم يكون في انه ثم حاجه تنجم تكون موجوده تلم المعلومات اللي تم هيئه نفذ معلومه، موقع الكتروني اللي يتحدث عليه قانون اساسي داير، موقع الكتروني تاعنا وقت اللي تتحدث في الهيئه. اي اما مواقع ببلاش، علاش لازم الفلوس باش شكون باش يكتب بها؟ وشكون باش يكتب وينشر وكل شيء؟ انا راني مطالبه. هذاك علاش سالتك اذا الاجتماعات مفتوحه، لانه نصور فما برشا جمعيات او مواطنين مش بالضروره منتظمين في جمعيات اللي يعني فما شغف باش يتابعوا هذه الاجتماعات ويعملوا لكم المحضر. يعني هذه اللي محطوط هو اللي نات قاعدين موجودين، هما موجودين وتو يتحطوا. انا تخيل معناتها هاجر حكيت على الاعلام، فما امر قاعد يتم تداوله في الاعلام لانه فما تقرير. شكرا صباح بالحاج باش يتم الاجابه للسؤال نتاعك. هو
سؤال تطرح من منظمة أنا يقظ لكن زادة تم تدوله في الإعلام بخصوص أحد الأعضاء في الهيئة اللي هو خاصة العضو اللي هو منتخب على المجلس الوطني للإحصاء. فما باش أسأل الدور أنه الصفة هذيك ما كانتش متوفرة، أنه الحكاية هي أنه السيدة هذه ما هيش في الحقيقة في مجلس وطني الإحصاء لكن عندها علاقة بالمعهد الوطني للإحصاء وحضرت أحيانا في الاجتماعات بتاع المجلس الوطني للإحصاء، وفما اختلاف كبير على هل هي تمثل هذه الصفة أم لا. شو الموقف متاع هيئتنا في هذه المعلومة؟ باي خلينا نبدأ الحكاية من لو وقت اللي الحقيقة نشكره برشا سعد الكيف اللي هو رئيس لجنة اللجنة الانتخابية اللي يعمل ملتقيات مع المجتمع المدني باش يقول اعطينا المعايير شنو المعايير الموضوعية، خاطر وقت اللي يجيو ياخذوا في معناتها مترشحين يلقاو فما برشا ثغرات قانونية موجودة. لليوم احنا مازلنا نكتشفوا اللي فيها برشا نقائص القانون هذا، ومازلنا باش نتوت كيفاش تبدا تخدم الهيئه باش نلقاو روحنا في مشاكل اخرى. قال لنا شنو المعايير، خاطر هما اللجنه الانتخابيه معناتها ما كفتهمش اللي مكتوب في القانون، كيفاش باش نختاروا، كيفاش باش نقيموا، كيفاش عملوا زوز اجتماعات يظهر لي والكذا اجتماعات يظهر لي مع المجتمع المدني باش ياخذوا الاراء وكل شيء. حاجه من الحاجات اللي نتذكر انا كانت مع منظمه اجنبيه يظهر لي كانت حتى مع سي مهدي بن غربية حضر فيها. أي كان موجود صحيح. كان موجود. ووقت هنا كنت وقت تكلمت وقلت يكون أحسن وقت اللي ثلاثة تختاروا ثلاثة أفضل مرشحين ولا مرشحين يكون فما نشر للوثائق اللي هما قدموه للطعم. وقتش هذا؟ والله ما نسيت قبل ما يتحل الدور الثاني بتاع يعني تقدم فما اشكال فينه فما بعض الاصناف ما كانش فيها مترشحين وقالوا نفتحوا في زوز مراحل في زوز ملتقيات كان فما مطلب من المجتمع المدني لشفافيه المسار. قلنا ننشر شنو هما الحاجات، انا واحدة من الناس حبيت ننشر معناتها السيرة الذاتية نتاعك باش كان عنده واحد عنده حاجة باش يطعن فيها. علاش ليه معناتها شكون قال انا تحملت تعميم مسؤولية، كان عبد اخر في جمعية في بلاصة ما نعرفوهاش قول تحمل مسؤولية، اي عبد في 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 بلاص هو نجم يطعن في الموضوع هذا. طيب انا نحكي لك على مثل المجتمع هذا اشكال معناتها اللي كيفاش باش تطعن في حاجه انت ما ريتيش بهذه طريقه الطعن. حتى طريقه الطعن وقت في المسار هذيك ما كانتش واضح وما عندناش الادله اللي احنا باش نقولوا. انا ما نجمش نقول لك في المرشحين الاخرين وحتى في المرشحين اللي في الصنف نتاعي كان عندهم عميل ما عندهمش عميل، لكن انا ببخيه فما عبيد نعرفهم كان هو في الجمعيه ذيك ولا مش في الجمعيه، كان يقول هو استظهر بوثيقه اللي هو رئيس الجمعيه، ما قالوش نقول لك راه ماهوش رئيس الجمعيه. فماش حاجه هذا واضح الاشكاليات نتاع وضوح انعدام وضوح الاجراءات. دونك نرجعوا للموضوع كان هي ولا حد اخر ولا صنف اي صنف حد أباغ الناس اللي في اللجنة من نجموا يعرفوا اللي هي بالحق شنو استظهرت كوثائق وكل شيء. يعني هك شفنا اللي بعد ما تم انتخابه خرجت تسريبات اللي هي ما هيش معناتها الحقيقة ما هيش معقول. علاش هي ما هيش تسريبات، هي مطلب نفذ معلومة اللي تقدمت بها منظمة أنا يقظ لمجلس لطلب التأكد إذا هي عضو في مجلس الوطن الإحصاء. والأصدقاء اللي في أي واتش كان يسمعوا فينا ينجموا إذا كان قموا بأي قلة دقة ينجموا يلاحظوا هنا معكم. اختيار الأعضاء والفرز هو تسميه فرز الإداري تعمل في اللجنة الانتخابية. يعني في الأول مرة اللي تخذي اللي عنده الشروط خذوه. يعني هل تشوف ما تقصير من مجلس ما بشار؟ هل هما يعرفوا بالكش ما عرفوش؟ ما نجمش انا الاول اسكو ما يعرفوش مجلس معهد ما نعرفش انا شنو اللي صار ادو توت فاسون. ما نجمش نقول لك هل هما الوثائق هذوما فما وثائق اخرى ناقصه. هذيا شوف الموضوع هذيا خلينا احنا نحكيوا على مقبلة على مؤسسات ومؤسسات. احنا دولة مؤسسات وقاعدين انتقال ديمقراطي. اليوم فما ناس اللي تقدمت وتحس روحها متضرره تقدم طعن في مسال الوقت طعن في المع...
محكمة إدارية. بالنسبة للهيئة النافذة للمعلومة هي لازمها تكون يعني سمعتها ما تتمسش، تتعاملوا مع الشفافية والنافذة للمعلومة. شنو يعني حاب نقول إحساسكم؟ الهيئة ما عندهاش إحساس، كيفاش قاعدين تتعاملوا مع هذا الأمر اللي يمس من سمعة الهيئة؟ حاجة ياسر خايبة، وأنا الحقيقة كنت تفاعلت على الموضوع هذية، ما عجبتنيش الحكاية على أساس كان فما الحقيقة عنوان خايب ياسر، تحيل في انتخاب أعضاء الهيئة. يعني ضربت الهيئة بطريقة ممكن رد الهيئة ينجم يعاون أنه يوضح شوي شوي نجم رد الهيئة. فما حاجة مهمة برشا، احنا مجلس الهيئة نسميه مجلس الهيئة، كنا منتخبين، لليجيتيميتي نتاعنا جاية من مجلس نواب الشعب. تاكوردو كل واحد هو معناتها انتخبوه ناس، انا ما نجيش نجي اللي بحذايا كيفي كيف ما نجيش نرميو في الكورة شوية المجلس نواب الشعب. لا لا لا، انا كيفاش باش نقول له انا شبك انت؟ لكن قرارات المجلس كيفاش تتخذ؟ فما قرارات ينجم المجلس ياخذ، قرارات كيما صوتي كيما صوت زي الزملاء الكل. هل طلبتوا من مجلس نواب الشعب انه يدخل؟ لا، ما عندناش ما ندخل، ما يتسمى حتى حد ينجم يتدخل في الحكاية هذه في الوقت الحالي الا المحكمة الإدارية وقت اللي هي تستطيع، وهي تقول لا راهو هل الواحد نسقطوا الموضوع هذايا. هل تحدثتوا فيها في وسط الهيئة؟ لا على خاطر ما تحدثوش فيها. الأمر هذايا كيما قلت لك، الأمر هذايا صار من بعد نهار الخميس اللي احنا اجتمعنا. اوكي، والاجتماع جاي وقتاش ان شاء الله؟ مقبل نهار الخميس. كل نهار خميس نهار، كل نهار خميس نجتمع، كل نهار خميس ممكن في الصباح في سيتي اولمبيك. هكا فما شخص جاي الغديكا وتقدم معناتها، والحقيقه معناتها كان ما نجمش انا نشوف، ما نجموش احنا ننصب روحنا محكمه. لا هو ممسي عندكم الملف نتاع اصدقائنا اللي قدموه هما في مجلس، هو طلب يذول الطلب الشعبي نجم نقول، او شنو يستنى الراي العام. هو مش اخذ، نجمش انت تحكم في كهيئة، لكن موقف، لانه الموقف يوري بالاخص اللي ثم امكانيه شيمة بحسب، فمن غير ما ندخل برشا في التقنيات، انه يمكن اعفاء احد اعضاء الهيئه قبل انتهاء المده اذا كان في حاله فقدان شرط من شروط الترشح العضوي. فقدان الشرط، وهذا يعني يتم بمقتضى امر حكومي باقتراح من رئيس الهيئه بناء على اقتراع باغلبيه اصوات الاعضاء وبعد الاستماع المعني بالامر. فقدان الشرط، هو عنده الشرط وفقده القانون اللي ليه هو عنده الشرط فقدان، فهمت شنو هو عنده الشرط؟ هو تونسي ولا ما عادش تونسي؟ مثلا تونسي واضح. اوكي، معناتها انا مش فيش حاجه اللي هي انا كنت فيها، انا كنت معناتها حاجه وليت ما عادش حاجه، ما قالش انت ماكش حاجه اصلا. واضح. مثلا نعطيك في حاله عدم، في حاله ثبوت انه ما نعرفش، يعني انا نجمت نكون مثلا، انا نجمت نكون جبت جمعيه وهميه وقلت انا في الجمعيه الوهميه هذيا وماهيش موجوده وما نعرفش شنو، ما فقدتهاش. هذيك هي انا متفرج يقول النزاهه هي شرط، لذا اذا كان انت تتقدم من غير ما تبدا واضح ممكن النزاهه ثم نقطه استفهام فوقها. النزاهه هذيا كنا طرقنا لها في الاجتماع مع لجنه، مع رئيس لجنه، كيفاش باش تحددها لجنه الفرز؟ اي كيف مع 10 سنين خبره؟ اش معناها لا 10 سنين خبره؟ فما وثيقه اي من العباد الكل هم همش سالاري كي تبدا صحفي نعرف معك كيف تبدا فريلانس بيقولوا 10 سنين خبره اش معناها؟ anyway خلينا نرجعوا للنزاهه نتاعك، على الاقل عندك شكون الصحفي اللي كان عنده كارته فقط من علي؟ ما نعرفش انا شنو قلت لك، انا الاصوات اللي ما نلقاش فيهم، ما نعرفش. الكونفيزيون هي انه عارفين في المجتمع المادي تنجيو الخلاصه يقول انه كان فما عدم وضوح في شروط الترشحات. يعني نفترضوا اذا في يوم من الايام قانون نفاذ المعلومه تحل وباش يعاودوا ينقحوه، من الاشياء اللي انت ممكن تقترحها هي توضيح الشروط. توضيح الشروط، لكن في 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 اللي تحكي فيه الشرط هذه بالذات هو واضح. انا يظهر لي ما نعرفش باش تقول لي انت هل هذاك ساكوريسبون للمجلس هذيا المحكمه الاداريه هي، ولازمنا كيما حكيت لكم قبيله نطعنوا في قرارات الرفض للمحكمه الاداريه. أوكي. هي باش تفصل، لازمها هي تفصل في موضوع، يعني الهيئه ما عندها ما تعمل في الحكايه، هذا الشخص اللي سأل سؤال قال لك انا مانيش مقتنع، هذا كانت اجابه عضوه ماهيش ممثله وماهيش ناطقه رسميه باسم الهيئه، هذا كانت اجابه عضوه في الهيئه. خلينا نمر النقطه مواليه، خاطر فما حاجه مهمه قل.
شكون يقول لك اليوم في مش طعن؟ كان اليوم فما طعن في المحكمة بعدين فما ديلي عملوا مطلب من المحكمة وشوفوا كان فما يعني فما بحث جاري. فهمت شنو حبيت نقول لك؟ كيفاش انا مش ناخذ قرار وهو البحث في المحكمة الإدارية مثلا؟ هذا في حالة فما طعن. كيف حالة فما طعن؟ كان فما طعن انا كهيئة كيفاش ناخذ قرار على المحكمة الإدارية؟ فهمت شنو حبيت نقول لك؟ عندنا سؤال رجعنا فيسع الميزانية هو رقم، ما هي الميزانية التقديرية لهيئة نفاذ المعلومة اللي انتم ما حضرتها؟ والله ما حضرتش انا ما جبتش الوثائق. ما عندك شكرا. نذكروا انه الميزانيه من المفروض الرئيس هو اللي حذرها، رئيس الهيئه. مليون دينار ولا في مئات الالاف ولا عشرات ملايين ولا نقول لكم الحقيقه احنا كنا يسر شفافيه لا 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 خاطر هي مشروع يعني ماهيش حتى فيها نفاذ. اي شنو هي المشروع هذا؟ شنو هو مشروع؟ ماهيش وثيقه ما تنجم انت تنفذ ليها. يعني احنا تخيل نتاعنا قلنا على الاقل نشيو برويت وطاوله يعني هي من حق نجم تقبلوا الهبات نجم شوف هذه مازال ما جاوبنيش على السؤال الاخر. قداش من قداش بيجيكو ذا استيمي هاجر؟ سامحني خلي ما ننساوش قداش بيجيكو ذا استيمي. احنا اون استيمي معناتها اوردر دو غراندور ميسيج حتى يعطينا ما تفوتش من 100 يظهر لي الف بعض 100 الالف. اوكي مش اللي هو يراه يذر لي حتى ما ذاك نسيت بالضبط. اما اللي هي يراه حاجات نتاع ماتريال و مئات الالاف من الدينارات المعلومه اللي ياخذوها من هذا الكلام اللي تنجم يتم استنتاجها انه اذا الدوله لم توفر بضع مئات الالاف معناها اختارت انه تحطهم في شيء اخر. ما تقدرش حتى مئات الالاف معناتها دينار ملايين بالضبط. هذه معلومه مهمه جدا اللي يسمع فينا خاطر اكيد فما ناس مهتمين ميزانيه الدوله بمختلف شوف مراحل حاجه متاع. حكايه الهبات فما الهبه راهو هو مش مورا وناخذه مثلا انا سوبوزون فما بلاد اجنبيه عرضوا اخي ما عرضوش علينا عرضوا علينا هنا يطرح حكايه الاستقلاليه. انا توا معناتها راهو باش توري انت لا فولونتي مش كلمه معاش بالعربي كيفاش نجم اراده الدوله فرض الشفافيه. احنا اليوم فما اطار لازم تعرفوه انتم الكل احنا موجود معناتها فما اطار فما اتجاه الدوله اليوم اختارته ورئيس الحكومه اختارته اللي هو مقاومه الفساد. مقاومه الفساد قد حسيتكم تضحكوا شويه لكن انا ناخذ الامر بجديه كبيره برشا. احنا ناخذوه بجديه ما احنا نشوفوه في مشروع قانون الماليه اذا كان ثم حرب في قانون اذا كان ثم حرب في ضد الفساد راهو هيئه مكافحه الفساد عندها بودجي نتاعها فواديس فواصل وهيئه تنفذ المعلومه خاطر هيئه تنفذ المعلومه دونك هذاك علاش انا تجي ابوستيريوري تعمل ابحاث نتاع حاجات نتاع انا بلغت فما وقايه به الوقايه تجيب الشفافيه بالضبط دونك فهمت انا مش نوصل واحد يسرق ونجي واحد مبلغ عليه خليني انا نكون شفاف. هاجر قاعده تقول لي الحكومه عندها تواجد تاع مكافحه الفساد ومتفقين ان الوقايه يعني اهم العلاج. أيوة. لكن الحكومه ما عطاتكمش ميزانيه. به انا ما مسلت ما عطاتنيش هي تعهدت او انا خلينا معناتها نكونوا متفائلين نجم تكون تعطينا سي سيغ تعطينا لكن احنا نقولوا فما مثال في بالفرنسي يقول يا با دامور يا دي بروف دامور انا شاد روحي باش ما نقولوش دونك انا ما نجيش نحكم قبل بشوف كل شيء احنا توا باش نشوفوا مدى فهمت هل معناتها شو الاراده هذيا تتبلور في مواضيع تتعلق بالشفافيه. باش تكونوا موجودين في مجلس نواب الشعب خلال مناقشه المصادقه على قانون الماليه؟ ولا لازم نناقشوا هذا الموضوع خاطر احنا توا شوف احنا نمثل المجتمع المدني وصحافي وواحد وكل احكينا على مواضيع اخرى اللي هي اخويا كيف نسالش حتى سوبوزو احنا مشيت علينا 2018 2018 كله مشي عليكم؟ ليه قلنا سوبوزو اسوأ الحالات احنا رانا هيئه تاسيسيه عندنا دور كبير نحبوا نخليه للناس اللي تجي من بعدنا أي؟ حاجه قائمه الذات سوبوزون انا اخويا ناخذ شيء كبير فهمت لكن شكون يضمني الحكومه اللي من بعدها ولا اللي من بعدها ولا اللي من بعدها باش تعطي هذا ليه مانيش احنا هيك دستوريه اي ليه ما انت مذكوره في الدستور لما في القانون لا ماهوش مذكوره في الدستور لكن مذكوره في القانون سمح في قانون اساسي الحق في النفاذ قانون ما هو في
فيهش استقلالية مالية. فهمت؟ ما في اللي سمنا احنا معناتها ما عندناش استقلالية مالية. لكن يجري في الطبيعة إذا الأمور دي ما تبدأ عالية ومن بعد تقل، إذا احنا بداية الهيئة. مخاطر. بديت هكا. كيفاش باش تكمل يعني؟ أنا يعجبني التفاؤل نتاعك، لكن احنا زاد نحب نكونوا واقعيين بالحق. خلينا تعرف شنو احنا شنو نقولوا؟ نقولوا نعطيو مهلة توا شهر. فهمت؟ خاطر ماكسيموم لازمنا في نوفمبر الأمور. توضحش الرؤية من هوني الخاطر ماتيكا توا نعاودوا نعملوا تقييم للوضع. أما دقيقة دقيقة، إذا كان يوفى نوفمبر وقتاش آخر أجل باش يتم المصادقة على قانون المالية؟ 10 ديسمبر. فوالا، دونك إذا كان باش تخليو نوفمبر. لا احنا توا. تايم ويل بي أوفر. وأون بليس. إذا مشيتوا لمجلس النواب الشعب احنا نتمنى نكونوا معاكم ونرافقوكم، خاطر أكيد اللجان مفتوحة ونجموا نشوفوا النقاشات اللي موجودة، وماذا بينا المواطنين كل، خاطر هذا أمر بس الناس الكل. محمد عن أسئلة أخرى. إذا أنا أسئلة في الموضوع هذا، أطلقت منظمة اليونسكو شهر سبتمبر الفارط خلال ندوة دولية التأمت بالعاصمة بمنظمة التجاوب العالمي لحق نفاذ للمعلومة مشروع جديد حول تفعيل حق نفاذ للمعلومة في تونس بتمويل من الحكومة السويسرية. من بين التوصيات تسريع الإجراءات الترتيبية لتفعيل قانون حق نفاذ للمعلومة. أين دور الحكومة لتكريس هذا المكسب الدستوري على أرض الواقع وتدعيم دور الهيئة التي ستسعى على تنفيذه؟ فبحيث التمويل مرصود نتاع اليونسكو، نتاع الكونفدراسيون سويس، نتاع الحكومة السويسرية لليونسكو مش للهيئة. بيان سور هي أطلقت اليونسكو المنظمة، ولكن حكومة الحكومة السويسرية معروفة ما هي، ممكن بتاتخ من أكثر الحكومات نتخاليتي ما هيش ملايكة في نفس الوقت، ولكن هما أطلقوا دونك عندهم دي بيجي كي سوا الويل للهيئات المستقلة والدستورية. وشيما كما سألت بكرة قلت لك في موضوع الهبات، قلتونا لي نجموا تقبلوهم، ولكن هل ثم لقاءات تحركات استشارات اقتراحات جاو في تلقي تمويلات في الموضوع هذا؟ عبرت عن دعمها للهيئة ولا معناتها قالوا كونكريت ما ثم حكومات أو منظمات دولية طرحت؟ يعني كقول منظمات دولية نقولوا لونيو، نقولوا البنود، نقولوا انديا، هاي نقولوا نقولوا عمليا احنا توا احنا معناتها هيئة وطنية، لازمنا اولا تكون عندنا ميزانية وطنية. اوكي، اما هيئة الحقيقة والكرامة استرى عليك تليفون هجر ذي، ثم شكون يحب يسألك سؤال ممكن. هيئة الحقيقة والكرامة كي بدأت نشاطها ما كانتش عندها ميزانية، لذي ابتزت أنه الهبات هي اللي تعوض الدمراج متاحة على الأقل. برشا هيئات تعيش على الهبات وهذا قانو لنلوك مثلا، واللي هما يعملوا فوندريزنج يعني يمشيوا ويلقاو كي دولة تونسية. احنا في قانون عندنا الحق معناتها نعملوا أنواع من البارتنريا هذوما وكل، لكن في مرحلة أولى تقول نبدأ بحاجة لازم نبدأ. شوف رو مهم في مواضيع هذية، مهم نحط الحكومة متاحنا قدم مسؤوليتها. أعطينا على الأقل خيثو شو يولي احنا معناتها الشهري متاع الأشخاص يدفعوها السويسرا ولا تدفعها مناش. هذا كان الواقع في العديد من المؤسسات، وإحنا تونس عندها دونك كلكو جوغ ولا كلكو سمان باش تاخذ جزء من القرض في الاف ام اي، ودونك احنا مولين بقرض من الاف ام اي. يعني قرض انتفاكت مش قرض يعني انا هي تعطيه في تصب للدوله، ممكن فما شيطنا بالتمويل مع هما شركاء نوعا على علاقات دبلوماسيه معاهم، ويعني كيف ما ينجموا طب تونس يمشي يخدموا في بلاد معينه، تنجم البلاد المعينه ذيك تتعاون مع تونس في مؤسستها المستقله، وهذا شيء صاير وقايم. مجلس نواب الشعب فثم العديد من المنظمات كيف ما البرنت، كيف ما ان دي اي، كيف ما وزاره الشؤون المحليه. اذا يعني ثم معانات والهبات والتعاون موجود، لذا هالرفض المبدئي او الانتظار يعني نقوله لازم الدوله تعطينا من الاول باش احنا بعد ناخذه، تخش عليه عدم تشبث ببدايه المهام، خاطر هذا من اكثر الاسئله اللي جايه عند العباد. يقول لك وقتاش باش تبدا، وقتاش تبدا، وقتاش تبدا، يعني هل فما موقف من مجلس الهيئه انه لا ماناش باش نبداو بهبات اجنبيه الى ان يتم رصد ميزانيه لنا او لا؟ خاطر يذولي هل تم البت فيه اصلا هذا السؤال؟ والله شوف انت تحكيوا على هبات وكل شيء، انا ما ريتش حتى حاجه جديه ما جاي حد شكون باش ما حد جاي قال لنا انت احنا ما عندناش. هو يذولي سؤال محمد اسمه باش تمشيو
مش حد يجي. اسكو باش تمشيو تلوجوا على امكانيات ماديه خارج الدوله التونسيه للوقت؟ في الوقت الحالي معنيش موضوع هذية. طرحت علينا برشا حاجات من جمعية تونسية من منظمات أجنبية من برشا معناتها حاجات، قالوا لنا باش نساعدوكم باش نعاونوكم باش نعملكم دعم تكوين حاجات كما هكا، لكن احنا لتو ما مازالت اوكي. انا نحب ناكد ونوضح نقطه لهنا، راهو مانيش دافع على انه الدوله تتخلى على مسؤوليتها، دوله تونسيه تتخلى على مسؤوليتها في توفير تمويل لميزانيه اللي هو من حق الهيئه مذكوره في القانون. بالعكس، قاعد فقط نسائل نشوف كيفاش هيئات اخرى استعملوا الشيء هذا ك اوتيل بريسيون، يعني وسيله ضغط. وهذاك علاش خلينا نكون العباد يتفرجوا يقول لك شبيه هذا شرح بهم برام شوفوا كل شيء. هو في الأصل في الأشياء أنه كل سلطة تحترم روحها وتحترم السلطة اللي تجاورها، ولذا أنه ما نقعدوش في الحالة اللي أنتم لقيتوا رواحكم فيها وين جاي 15 أكتوبر وبعد قالوا لكم محمد تذكرت حاجة مهمة هيجي باش نجيك. هل قعدتوا مع هيئات أخرين سواء سوريا أو لا وخذيتوا تجربة متاعهم في التعامل مع هذا؟ احنا مش عملنا مع الحقيقة أكثر، هو رئيس الهيئة هو اللي قعد معاهم. فما منظمة أعطتنا معناتها الفرصة باش نتلاقيو الهيئات الدستورية، باش عملنا تكوين. فما شكون منا مشي لتكوين مع هيئات دستورية أخرى. فما الحقيقة الميزانية كي تعملت عملت على حساب مش هكيكة من راسنا. حتى البغام اللي تعمل كيما التجارب المقاربة معناتها مع هيئات كيما الوقاية من التعذيب ولا حاجات كيما هكا، معناتها خذينا نفس الحكايات معناتها قديش هما في ليزاندمنيتي في درشان، يعني خذينا هذوكم لي نغمة متاعهم اللي هما استعملوهم. ما خذينيش حاجات من راسنا، مش كليت بديت الخدمة ما غير حتى شيء. لكن كما قلت لك راهو الميزانية متاع الهيئة هي ميزانية جوست متاع مقر خلاص شهري درشان، الباقي الكل تنجم تكون باش نتعينوا بمنظمات للنشاط وللحاجات هكاكا. سي سيغ احنا باش نكونوا تعرف علاش احنا علاش حكينا على هذا، خاطر يذولي ما نحبوش نوصل لمرحله وين ما نجمناش كدوله نضمنوا الحق في نفاذ المعلومه على خاطر اسباب ماديه معناها برشا مرات في برشا هيئات. فهذا هو علاش قاعدين نسالوا برشا نعرفوا اهميه الماده. خلينا نجوزوها الحكايه هذه، احنا مازلنا عندنا الفرصه. من الأسئلة اللي جاتنا توا على المباشر، هل هناك تضارب مصالح بين وظيفتك كمستشارة لدى اليونسكو مكلفة بمشروع نفاذ المعلومة وظيفتك كممثلة المجتمع المدني في الهيئة الوطنية نفاذ المعلومة؟ هاك السؤال جو بانس اللي نجمو نشوفوه. هاي مش مشكلة. لا هنا يسون بلوز اجور. برشا اسئلة. ما فما حتى. شكرا لكل متفرجين على التفاعل وعلى الاسئلة. كيف ما تشوفوا نحاولوا على قدر الممكن انه نوجهوا الاسئلة لهجرة طرابلسي ممثلة المجتمع المدني في الهيئة الوطنية لنفاذ المعلومة. ما فما معناتها انا سألته برشا السؤال هذايا قبل حتى ما نقبل المحمد تاعي مع اليونسكو. شو دوري انا في الهيئة؟ انا عضوة في المجلس. فما في الطعن اي شخص عنده الحق باش يطعن، باش يطعن انا باش نكون من الناس اللي باش نصوت في القرار النفاذ ولا من غيره. هذيا الحالة، هذيا وقتاش فما تضارب مصالح موجودة في القانون. يقول لك وقت اللي أنا بعلاقة بموضوع الطعن، وقت اللي أنا نكون معناتها في حاجة مثلا الجمعية اللي أنا نخدم فيها وأنا اللي عملت المطلب وأنا يعني ما تشاركش في النقاش ولا تصوت، ما تشاركش في النقاش هذي. في شنو نجم تكون معناتها تضارب في المصالح معناتها في إذا سؤال وجهه متفرج من الفرجين أنت بيسر. يعني أي إذا نجم يكون محامي الشيطان كما يقولوا ديفلز أدفوكيت. أي أعطيني مثلا نفس الأرجيومون تاع تمويل منظمات أجنبية للهيئة، هو عبارة على منظمة أجنبية تخدم عضو من الهيئة يعني على إشال. قلت علاش إحنا مانيش باش
تكون حتى منظمة هي اللي باش تخلص حتى حاجة على العباد هذوما. ما تنجمش تكون تنجم تكون أنا معناتها منظمة تنجم تتعاقد معايا في حملات تكوينية نعملوها مع بعضنا مع منظميات ولا حتى مع جمعيات راهو باش تكون الموضوع هذا. هذا لازم يضبط النظام الداخلي تاعنا. لازم يضبط اللي ما تعملش النظام الداخلي هو باش يضبط بالضبط طريقه اللي هي باش تكون متفاعل معناتها نتفاعلوا الهيئه نتاعنا باش تتفاعل مع المنظمات والجمعيات. هل باش تطرحوا لنقاش او تشاركيه مع الناس الكل النظام الداخلي؟ هذا اللي من المفروض لازمنا النظام الداخلي يتطرح لل باش نرجع للتضارب المصالح. سامحني هاجر هنا السؤال تطرح بالنسبه لك انت كممثله المجتمع المدني، فما ينجم يتطرح للممثلين الاخرين؟ عندنا قضاة، عندنا ناس يخدموا في رئاسه الحكومه، عندنا هذه اشكال. انا عندي انا اشكال اللي هو ينجم يكون فما صحيح فما مطلب خاص بهم هما ينجموا ما يصوتوش لكن ينجموا يعملوا لوبينغ داخل الهيئه يعني. يعطيك الصحه. انا هذيا هو هذيا انا يذولي اكبر اشكال هو هذيا القضاة ما فيهمش اشكال فيهم على خاطر هما قضاة من اصلهم يبداو اشخاص محايدين معناتها بطبيعه العمل نتاعها وهما بيدهم يكونوا اشخاص متفرغين. ولو كان الامر يخص مجلس اعلى القضاء هو ما عادش يولي قاضي باش يولي رئيس هيئه داكورتو باه شو اللي رئيس هيئه او نائب رئيس هيئه هيا. من تفرجين ديك غشوا خاطر عنده برشا أسئلة. خلينا نكون نضربوا شوية بش لكن نكون. الناس اللي هو موظف اليوم في الحكومة هل باش تقولي هل باش يولي عنده جرأة باش يقف قدام رئيس الجمهورية؟ شو اللي يضمن؟ ما حتى شيء ما نجمش حتى النظام الداخلي اللي لا كيفاش هو ينجم باش يتعارض. انا اللي قلقني هو هل هو قديش فما من موظف وما فماش معناتها عدم توازن. هل فما توازن ولا ليه؟ هذا باش يتطرح الموضوع وقت اللي احنا باش نصوتوا في قرارات هذيك باش نراو ونوريو الشجاعه نتاع المجلس. وقت اللي نوريو في الشجاعه تو انتم تشوفوا بالعمل نتاع الهيئه مش مشكل واضح سي ليكزارسيس اللي هو باش يظهر احنا كيفاش باش نصوتوا ولا كيفاش باش تكون فما قرار جريء ولا شجاعه ولا حاجه كما فما اسئله. اي نور الدين العرامي سالنا سؤال جاوبنا عليه من الاول ممكن ما كانش موجود لهنا ولكن السؤال الثاني نتاعو هل المؤسسات العموميه او الوزارات او الهيئه او الهيكل المكلف بالنفاذ فيها يمكن له تصنيف ما هو متاح للنفاذ المعلومه ام القانون فقط هو المؤهل كيف ما في الفصل 24 بالتصنيف احنا تفهمنا فيه قلنا يا قبيله في حكايه التصنيف ما فماش تصنيف. قل لي هذه اجابه للسؤال من الاول بدينا بها يا نور الدين. ما فماش تصنيف هذه كلمه تصنيف ما عادش تستعمل. واضح. قل لي معناتها يستثنيه كلمه استثناء به يستثنيه معناتها يرفض الاثم. ما تقول لي انا صنفت على أما نوع هذا شنو يعني ما نعرفوش لحد الان يعني شكون يقرر الشيمه ولا هاجر ولا خنسه ولا محمد ثم حتى شخص معنوي او مادي ما ثمش معايير. فما معايير الاستثناء الكلمه صحيحه يعني استعملها هي الاستثناء كيفاش استثنى الطلب هو عمل نور الدين عمل مطلب الاخر قالوا انا ما نجمش نعطيك المعلومه هذيك هو بالاخص طلب في ما نعرفش كان شفتها الوثيقه نتاع السناد هذيك تاع جودة المياه هي اللي تحددها إجابة شكون؟ إجابة المؤسسة هو قال وانا صنفت شما انت صنفت بها على انا اساس صنفت مش كيك تجاوب نريد ان شاء الله الإجابة هذه قلت ما تستفدت حتى شيء من نقاش بنص الإجابة هذه تنجم في ذلك برشا ما فهميش كلمة تقولي صنفتها ما فهميش تقولي استثنيتها استثنيتها معناتها انا نرفض هو توا رفض باش يعطيه المعلومة على اما اساس لازم يقول على اما اساس هل هي معلومة تمس الأمن القومي هل هي معلومة تمس الدفاع الوطني التعليل واجب بلا واجب واضح. قانوني ولازم كي هو يرفض كل هيكل يرفض لازم يطعن في المحكمة الإدارية اليوم على خاطر ما عندناش هيئة نأكد في الأحكام الانتقالية المحكمة الإدارية تقعد سارية مفعول إلى أن والنجم أنا ريت السؤال متاعه قالوا النجم نعمل مطلب كتابي عن بعد معناتها يبعث مراسلة لا للمحكمة الإدارية مراسلة للمحكمة الإدارية باش يدعم في قرار عنده 20 يوم باش يدعم في قرار. سؤال موالي هذايا هما هل يس نو كويشن دونك جو بونس نجمو نمشيو فيهم في ساعة. حسين تونسي عايش بالخارج سأل هل بإمكان الهيئة الجديدة أن تعمل على تسهيل نفاذ التونسيين إلى أرشيفهم في باريس واسطنبول وبرلين وغيرها من عواصم العالم؟ هما ريتو السؤال هذايا أما أنا ما فهمتش الأرشيف نتاعهم اللي موجود وين؟
مثلاً ثم بعض الأرشيف اللي موجود في خارج تونس. إيه خارج تونس وين؟ كانوا هما هياكل متاع القنصلية ولا ال. هذاك تبعكم؟ بيسوق هذاك. كان ماهوش واضح. كانوا موجود في وزارة التربية متاع البلاد اللي في باريس مثلاً متاع فرنسا. هذاك تولي ما حدش تبع قانون. إحنا فما قانون. حسن زيد، هل يمكن النفاذ الى الكشوفات الماليه لوكاله الاتصال الخارجي لا تي سي او لاجونس تونيزيان دو كومونيكاسيون اكستيريور لمعرفه اوجه صرف مليارات الدينارات؟ شو بدك كشوفات؟ يعني لي غولفيت كونت. مش غولفيت كونت، كشوفات نو. هو مش غولفيت كونت، هو اللي نجم يطلب. شو ينجم؟ هو ينجم يطلب. هو تم حلها راهو لا تي سي او ما عادش موجوده. تم الحقها معناتها هو باش يقول شو الميزانيه نتاعها ولا شو مداخيلها وشنو هو اللي صرفت وشنو ما صرفتش الموفمون تاع الفلوس. هذا هو، هذا هو عنده الحق. هذه اوكي. اما اذا كان هيكل تم حله مثلا كيف ما لا تسي شكون يطلب نطلب اي شكون تطلب ولا ثم مثلا مصالح الاتصال برئاسه الحكومه اللي موجوده في مبنى لا تسي اليوم دونك باش تبعث لشكون؟ ما نعرفش. اوكي هذه اجرى اجابه. ما نعرفش بالحق. لا لا واضح واضح. ما هو لازم تابع كلمه بالعكس. امور اجابه واضحه. سلطه الاشراف. سلطه الاشراف وزاره الخارجيه بالك شي كان تابعه ولا حاجه كيما هكا ولا الكوبيراسيون انترناسيونال ولا حاجه اللي هي سلطه اللي تتابع. سمعون افكار للطعون اللي تنجم تجيكم في المستقبل. سمعون قال لنا هل الهيئه برنامج عمل بجهات لتبسيط دور الهيئه في قانون نفاذ معلومه؟ قولوا له احنا باش نجيبوك تو كبر الامان شيماء محمد انه برحابة صدر هجرة طرابلسي قبلت انه ننظموا لقاءات في الجهات كيف ما لقاء هذا ولكن باش يكون مع معكم انتوما توانسه اللي تتفرجوا مش تتفرجوا تفرجتوا اليوم نهار 2 23 اكتوبر العيد ميلاد السادس الانتخابات الحره ولا تفرجت عليها غدوه ولا بعد غدوه اللي يهم. هل هناك تضارب مصالح ما بين انا اليوم معكم ودوري في الهيئه؟ هذه نفس السؤال. نفس السؤال قبل على اليونسكو خاطر هو شنو والله المهم اليوم المهم هو من صلاحية الهيئة ولا من دورها هي تعميم الحق النفاذي للمعلومة للعموم يعني باش نشر الثقافة ديسكليمر يعني نشر الثقافة فهمت مع المنظمة المجتمع المدني يعني أنا كدوري أنا ناشطة في المجتمع المدني يعني أنا نرأس أنا نفهمك بالكدي بالكدي خاطر أنا أصل صحفي وفي المجتمع في جمعية دونك ديما العباد يقولوا شنو أنت صحفي ولا مجتمع مدني ولا مواطن عادي هذا قانون باش يطلع تاع تضارب المصالح اللي هو ينجم يعني يوضح هذا الكل هذا الكل اذا فما قبل ما ننسى الاسئله نتاع المتفرجين هل هناك برنامج للهيئه لتحسيس وتكوين رئيس الاداره سمحوا لنا نقرا السؤال كيف ما هو والاداره شفت سؤال والله ريت السؤالات موظفه يعطيك الصحه كمبدا من مبادئ الحكم الرشيده اون غابلون انه رئاسه الحكومه اصدرت منشور انه من محاور التدريب والتكوين اللي باش يصيروا في 2018 نفذ معلومه كثيره الرابعه ولا الخامس اولويه باش يتم تدريب فيها الموظفين. نعطيك المصدح تفضل. هو كل يظهر لي كل اداره قاعده تعمل في تكوين هي الرؤساء المصالح والى الارشيفيين ولا المكلفين بالنفاذ كل شيء، لكن هذا ما يمنعش اللي ينجم يكونوا اطراف اخرى تساهم في تكوين هذا من منظمات من جمعيات من اي حد عنده مبادره تدارب مصالح وشي تضرب المسار. نرجع صباح حاج يوسف نحب نعود نشكرها على خاطر بالحق كانت مهتمة برشا بالحوار ويعطيك صحة. هذا حاجة يشجعنا هذه المصلحة العامة. شوف أنا قاعد نحكي هل نجاوبوا بالأسئلة بالريح بالريح معناتها هل أنت كي تمشي وتنشر الثقافة نتاع نتاع النفاذ؟ أما أنا حبيت على قبيلة على اليونسكو ما عادش كان هما في بالهم، أما أنا كنت من ما بين الخبراء اللي ساهموا في تقرير اليونسكو اللي هو اسمه واقع النفاذ إلى المعلومة في تونس وتحديات تفعيله اللي هو تعمل وفاة في جانفي ولا صدر في جانفي 2016 على حساب معناتها تقييم صار على مرسوم 41 كان يعني أشهر قبل ما يصدر قانون. القانون الجديد وهذاك في الإطار هذاك أنا كملت نتعامل معهم ووزعناه التقرير هذاك في اليوم العالمي لحق النفاذ إلى وهذا نوع من المسائلة اللي أنت بكري كهو قلت لازم تتم فهي حاجة باهية أنه تطرح الأسئلة ونجابوها. محمد نزيل فما أسئلة مازال فما أسئلة هم فاتوا أجبانس اللي ما هوش بشوفين أنا أقترح عليكم أنه ممكن نزيدوا ناخذوا شوية ونخليوا سلسلة الأسئلة نجموا
كسوسوا على الموزع الصوتي نتاع بر امان 99 326 325، ولا حتى على الصفحه نتاعنا. المهم نجاوبوا عليهم كسوسوا بال يعني باخذ مختلف الخبرات. ولكن صباح حاج يوسف اللي شكرتها من بكري قالت طالما انه الهيئه لم تباشر بعد مهامها فان الطعن يكون امام المحكمه الاداريه، هل ان الطعن يندرج ضمن قضاء الالغاء ام القضاء الاستعجالي؟ ما عندك فكره شو بدل الغاء؟ الغاء ان فيت قضاء الاستعجالي اون برينسيپ اللي ياخذ اللي يبط في الشكل ويستنى بعد باش يبط في الاصل، وقضاء الالغاء معناها قضاء اللي يعني قضيه عاديه. صباح كيف ما نشوف احنا مانيش دي جوريست، تقولش علي نحكي معاك يعني قاعد نقول لك تاعك ونحكي معاك. هذا السؤال اللي نجم تطرح في الاجتماع نتاع مجلس الهيئه القادم، وتنجموا حتى وشيء مهم برشا على خاطر العديد من الاشخاص يعني حتى احنا شخصيا انا شخصيا في كعضو في جمعيه كي نجي نطعن مثلا رئاسة الحكومة، ثم العديد من المطالب القائمة بتاع جمعيات اللي صرحت على التمويلات الأجنبية نطلبوها، ولشكون مش تطعن؟ لشكون مش تطعن؟ وقاعدة الفلو الحكاية بالأخص أنه قانون نفاذ معلوم دخل حيز النفاذ، ولكن ما ثماش الهياكل اللي خلينا نجاوبوا. هذه خطر مهم برشا وتسأل بطرق معناتها متعدة. شوف فما حاجة مهمة برشا لازم تطعن كل سوا كيفاش طريقه لازمكم تطعنوا. علاش؟ خاطر الطعن هذا يبدل برشا حاجات، يبدل عقلي. احنا باش نعطي مثال نتاع حمله حل اللي هي قامت بها مجموعه اوبن غوفتين وقت المجلس الوطني التاسيسي. كي قامت المجموعه هذه بمطالبه بتقرير اللجان بالبث المباشر للجلسات بتقارير تقارير معناتها لي بي في ما نشر المحاضر وكل شيء. قاموا عده مع اشخاص من المجموعه هذه بتقاضي المجلس الوطني التاسيسي، لكن وقتها نجموا نسي يقولوا والله المرسوم ما ينطبقش على المجلس الوطني التاسيسي، خاطر هي المرسوم جي قبل حتى ما فما مجلس الوطني التاسيسي. لكن تشبثت المجموعه ولا الاشخاص هذوك باش كمان يطعنوا في القرار وتم الطعن. وكان فما زيدا حاجة أخرى متاع تشهير بالطعن هذيك، الطعون اللي تعملت عربعة يظهر لي طعون تعملت صارت معناتها ليهم فضيحة شوية. فهمت؟ العملية دامت 3 سنوات، يعني المحكمة الإدارية خرجت 3 سنوات، يعني كي خرجت القرار المحكمة الإدارية المجلس الوطني التأسيسي تحل وقتها وقتها ما عادش موجود. لكن ملي طعنت كان ثم السلطة معنوية أنه لكن وقت اللي صار الطعن هذيك هذه كان نوع من الضغط على المجلس وقام باشر بالنشر. شفت كيفاش هذيك علاش تقول أنت أطعن وأطعن وأطعن وخلي على خاطر تعطي ضغط. فما حاجة أخرى لازم تزيد تتقال وقت اللي فما منظمات ومنهم أي واتش دايوغ ومنظمات أخرى قامت بالطعن بعد هذه الأجل بتاع 3 سنوات. فما لاحظنا تقلص المدة متاع الطعن متاع الاستجابة، فما بعد 6 شهور ولا 3 شهور، فما أنا ريت حتى في قضايا 3 شهور. فما في الكنام ولا في سينيسيس وقتها واتش طلبوا كانت الإجابة غريبة سريعة. إذا فما أثر غير مباشر متاع فما أثر يعني حتى التعاطي مع الطعون يولي سهل، خاطر يولي تعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الطعون بالأخص اللي فما دوائر جهوية على قريب باش يوليو المحكمة الإدارية. دونك ممكن هذا باش يزيد يسرع. فما سؤال سامحني يظهر لي من بها داي أي استعجالي به استعجالي. فما حالات اللي هما يكون فما استعجالي اللي هما الحياة الشخصية للعبد المهدد وإلا الحرية متاعو، زوز الحالات اللي يولي يبدأ فما. نذكروا اللي مناش خبراء في القانون مناش قضاة إداريين ما احنا ثلاثة اللي في القانون موجود معناتها الاستعجالي يجي في زوز حالات هذوم. السؤال وانت تحكي نشكر الذين عرفوا في لي كومونتير نتاع الفيديو لايف هبت الكونفرنس دو بريس اللي وين صارت فيها جوستمون بلان سور لا ترانسبارانس على اكسي لانفورماسيون سان دو لاين سي. يعطيك الصحه على التفاعل. نبيها داي تسال هل هناك تفكير في يوم مفتوح بين المكلفين بالنفاذ والهيئه لمزيد توضيح الاجراءات لتنفيذ القانون؟ يعني هذا الاكثريه سؤال جاينا من الاداره، الاشخاص يحبوا ان المعلومه تكون متاحه يوجه السؤال لممثلة المجتمع المدني والتوانسة الكل. تفضل. والله هي لازم تبدا تخدم باش نشوفوا كان يحبوا فما هيك ديجا استدعاوا ممثلين عن الهيئه يظهر لي باش يحضروا باش يسالوهم سؤالات على القانون. لكن احنا حتى البرلمان ما فماش حتى نشاط عملته الهيئه ما تنجمش تعمل
النشاط الخطر هي ما تجمش. لكن هذا ما يمنعش انكم تشاركوا في انشطه ينظموها اخرين. نشاركوا في انشطه هو اليوم العالمي للحق النفذي للمعلومه شاركتوا فيه كهيئه وكنت الاعضاء بخاتك مال كلهم جيو وراو نفسهم وعرفوا بنفسهم. نجموا نعملوا دعوه للي يسمعوا فينا انهم ينظموا حاجه ويستدعوكم هذي علاش احنا معناتها مازال مفتوحين للناس كل ما تستنى. واضح محمد نجم نسأل سؤال مادام انت قريت ولا ما عنديش الحق. والله ثم برشا فزي ثم برشا متفرجين مستقين يقول لك انا برشا اسئله ما جاوبتيش عليهم ولكن نحاول على قد ما نجم جوست كما تنون اسالنا اون برينسيپ الاسئله الكل. فما سؤال هاجر تطرح وتطرح خاصه فيما يخص قانون هيئه الحوكمه الرشيده ومكافحه الفساد اللي هو الحق في النفاذ الى المعلومه اللي هو انا كنت شخصيا من الأشخاص اللي تفاجئوا أن قانون نفاذ المعلومة يطبق أيضا على مؤسسات الدولة بينات بعضهم. إنه إذا مثلا مؤسسة تحب تعرف معلومة من مؤسسة أخرى لازمها تعتمد على قانون نفاذ المعلومة. هل هذا لا إذا هذا يحدد فقط بين المؤسسات والمواطن؟ شاد لي يا شيخ النبي تحكي لي على الهيئة مكافحة الفساد عندها قانون أقوى من نفاذ راهم عندها صلاحيات هي لو ما كانش عندها الصلاحيات هذه يطبق عليها قانون نفاذ المعلومة هي يطبق عليها هي شو تطبقه هي ولا ما تطبقوش حاجة أخرى أما تحكي يطبق عليها شو معناتها هل أنا عندي أنا وزارة نحب ناخذ معلومة من هيئة نفاذ المعلومة أسكو نستخدم قانون نفاذ المعلومة والله ما ظهرليش كان هما الوزارات ما يحتاجوش ما بينات بعضهم يثور لي راس ويعملوا مراسلات باش ياخذوا معلومات يثور لي هكا ثم بعض الاستثناءات كيف ما مثلا دائره المحاسبات اللي عندها عندهم صلاحيات عندهم الحق في الاطلاع اي وثيقه ثم ليفيديت هيئه الحقيقه والكرامه ونجي للاخت شدليه الشيخ عنبي سؤال جرائي عندما لا ترد الإدارة أو المؤسسة عن طلب معين ومدقق عبر استمارة النفاذ للمعلومة ما هي الخطوة الموالية حتى نتحصل على المعلومة المطلوبة؟ جاوبنا عليه السؤال نذكره بسرعة ما تعملش بطريقة هذية هي هو الرفض معناتها عدم استجابة هو رفض ضمني معناتها تقولش عليه هو قالك ليه ما نعطيكش الوقت هذه حاجه بها في القانون معناتها عادي في نفس الوقت سامحني هاجر ناخذ المثال نتاع مدام عنبي احنا بعضنا مطلب نفاذ معلومه رئاسه الحكومه لاكوزي دي ريسبسيون ما رجعناش بعثنا ما عطاكش لاكوزي دي ريسبسيون بعثنا احنا بريد مضمون الوصول مع الاشعار كوري ريكوماندي افيك اكوزي دي ريسبسيون لاكوزي دي ريسبسيون هما يلزم يسحبوا عليه ويرجعنا ما رجعناش حطينا بيرو دوردر في الفاكس ولكن اي موجوده ما نفترض واحد ماهوش في تونس انا باش يبعث يراسل بعيد خاطر احنا في حاله مدام النبي هي سال السؤال تطلع كومن انا في بلاصتي في بلاصتكم خاطر هما لازمهم يجاوبوا اما انت عندك هو هي السؤال نتاعها مش هذا السؤال نتاعها واحد ما ردش على المطلب اي هو ما ردش على المطلب النفاذ معناتها راهو رفض النفاذ هذه حاجه في القانون نتاعنا خاطر هما يعني هما خذوا واحد ما يحبوش يجاوبوا ما يحبوش يجي رفضوا شنو عندك حالتين اما تمشي تعمل تظلم للرئيس الهيئه تمشي تقول تعطيه حظ معناتها باش هو يزيد يجاوب دوزيام شانس نقولوا لكن مش مجبوره تنجم ما تعملش تظلم تمشي تدعم ديريكتومون للمحكمه الاداريه والا للهيئه وقت اللي تولي فما هيئه تخت ان شاء الله انا متفائله هو السيدة نبيها دايلي سألت من بكري على سؤال قالت نقترح أنه حضور يصير حضور قاضي إداري هذه ممكن صورة من صور التشاركية أنه يصيروا اقتراحات اللي أنت تنجم تقترحهم في المجلس الاجتماعي بتاع المجلس الجاي هي في حصة اللقاء ما بين الإداريين المكلفين بالنفاذ للمعلومة في الإدارات وهيكل الدولة وأعضاء من مجلس الهيئة هي اقترحت انه يكون موجود قاضي اداري خلي نجم يفسر لهم النقطه هذه وممكن المسؤوله على دائره الاتصال في المحكمه الاداريه الاكثريه قاعده تفرج علينا توا قاضي, قاضي اداري ممكن يحضر هو سيبهم هذا هناك تفكير يوم فكر واضح جو بانس انه كان عندها اسئله متعلقه
بالمكلفين بنفيذ، ولا نعرف أكثر المكلفين بنفيذ عندهم إشكاليتهم هما العقوبات اللي هي حاجة موجودة في القانون هو يحبوا يعرفوا أكثريتهم بدهم هو يحكيوا على قاضي إداري يحبوا يعرفوا مهمتهم مشاكلهم هي وقت اللي يعرفهم يرفض المعلومة هو كيفاش يتحمل مسؤولية ولا ما يتحملش مسؤولية هو أكثرية راهو أنا الأسئلة نتاع المكلفين بالنفيذ هي هذية كيفاش نحدوا مسؤولية المكلف بالنفيذ هي سؤال مشروع ولا لا هل هو مشروع هو مشروع والنجم نجيبك راهو الهيئة عندها كما قلت لك حال معناتها دور متاع قضائي اللي هي فيها باش يكون استنطاق باش يكون فما بحث تقصي وكل شيء باش تعرف صحيح كان غلط يعني باش يكون فما اجراءات اللي هما باش يعرفوا بها يمشوا على عين المكان وباش يسالوا يعني فما ضمانات انه الاداري ماهوش باش يتظلم في حاله عدم الاستجابه ان شاء الله لي بيان سور هذه لانه التخوف اللي موجود هو انه افرض انا نعم في خدمتي نسمع في نسمع في كلام عارفي هذا حقهم مضمون اللي باش يتعاقب في الاخر هو اللي عطل النفيذ بالضبط واضح انا نحب مش المكلف بالنفيذ هو اللي عطل النفيذ انا نحب نعاود البحث يجيب يسيب سيب صالح هو سيب المعلومه شوف هذه الهدف نتاعو لازمنا نبداو فيه علاش نحبوا العباد باش تكون هذه كلمه الختام اكثر مطالب نفيذ الى المعلومه اكثر ما يمكن نسالش خليهم يعملوا برشا مطالب نفيذ الهدف نتاعو مش نستعمل مطالب نفيذ والاخر يجي وبمشروع الهدف نتاعو هو النشر الاستباقي ماذا بينا حتى حد ما عاد يعمل مطلب نفيذ اما انت تغرقهم بالمطالب النفيذ سوبوزون انت يوليو يهبطوا وحدهم ما عادش تستحق وجاونا العديد من الاسئله في هذا الموضوع مثلا ثم شكون قال لك شنو هي الامتيازات يتمتع بها قطاع السياحه شنو العديد يعني العديد من الاسئله يطلبوا عباد في معلومات يحبون نجاوب عليهم اليوم وكيفاش ينجموا يوصلوا لهم وممكن اذا كان ثم استباقي برو اكتيف يعني المفتاح يظهر للاستباقي هو غير القانون هو انه اثنين يطلبوا نفس المعلومه اي هو تو صحفيين تصحاب شقد يعمل مطلب ويسنى 20 يوم قلت لهم انا راهو 20 يوم بالنسبة للصحافي راهو معناتها سيء هو نسيه مشي الخبر مشي عندنا زميلنا مثلا بالنسبة ليه اتصلنا به اليوم نحييه قال بالنسبة ليه ما فيه معلومة انه انا نحضر في ارتيكل نكلم مسؤول يجاوبني في وقتها او شخص معين ما هوش طريقة تعلم احنا ما لخص معه معناتها في القانون في مقاوانين اخرى اللي تلفون هو نوع من مطلب نفيذ احنا في تونس في قانون ما هوش موجود مش موجود لازم اجراء ونحب فقط نزيد ناكد على نقطه انه ممكن شيماء ماكش باش تخالفني فيها انه وهاجر ما نعرفش ولكن في غالب الاحيان ثم تخوف من انه تعطاو الاوراق بالاخر ولا تعطاو المعلومات وثم يقول لك علاش وكل شيء وشنو شنو تحب تعمل بهم في غالب الاحيان كي تستلفون وتحكي مع المكلف بنفذ المعلومه برشا مشاكل يذوبوا ونحب نحيي مختلف الهياكل اللي احنا كجمعيه بر امان اتصلنا بهم لنفذ المعلومه اللي ثم اللي ما جاوبوش بالكل لحياه اللي من تنادي وثم العباد اللي تعاونوا ومنهم وزاره الصحه دايره المحاسبات اللي نحيوهم بالمناسبه من غير ما نحكيو على البلديات ولا شيء ما كلمه الختام هاجر من بعد انا باش نعطي الوقت نتاعي هاجر كان حوار شيق برشا كيفاش شو الفكره اللي تحبنا نخرجوا بها الناس الكل هو كله كان مهم هو الفكره اللي لازمنا نخرجوا بها اللي هو راهو باش نجم نغيروا العقليات راهو فما عده طرق لتفعيل هو كلمه تفعيل خايبه شويه لكن هو هذه هي لتفعيل ولضمان حقنا في النفيذ الى المعلومه الطعن هي طريقه لتفعيل النفيذ الى المعلومه لكن زيد التعاون تنجم تكون انت كجمعيه في الجبايه تخدم على الجبايه وتحب شفافيه في الجبايه تجب تتعامل مع وزاره الماليه ولا اداره ما من وزاره الماليه تشوف شو المعلومات اللي نجموا ننجوهم بطريقه استباقيه التعاون والا خساره كانت عندنا لجنه مختلطه مع وزاره الماليه ما بين وزاره الماليه والمجتمع المدني هذه حاجه كانت به برشا ما فهمتش علاش يمكن خاطر برشا وزرت عديت وكل شيء وما عادش ما عادش تخدم اللجنه او طبيعه هذية. اسمها اللجنه عاده لجان احنا عندنا حساسيه لجنه تعملت بامر حكومي وكل شيء لازمنا نفعله ولازمنا نعمل اللجان هذه المختلطه تبدا المجتمع المدني
ووزارة وإلا أو مؤسسة ونقولوا شوف شنو المعلومات اللي إحنا نحبه نشوفهم بطريقة استباقية. هذا ينقص الضغط على المغلف النفي واللي ما عادش يعرف بالضبط شنو باش ينشر شنو مش باش ينشر، ينقص له هو بيده المسؤولية هذيك. وظهر شنو الناس تحب كوثائق ولا شنو تحب كمعلومات تتنشر بطريقة استباقية. هذا يزيد نوع من فما استراتيجيات أخرى، لكن إحنا أهمها هما ممارسة الحق. لازم تعملوا برشا مطالب تطعنوا وتحاولوا تعملوا لجان مختلطة مع الهيكل، يعني تطلبوا كتابيا باش تنجموا تعملوا لجان مشتركة، باش تعملوا ورشات مشتركة، حاجات كي من هكا باش تسهلوا حقهم في نفسك إلى المعروف. أنا جس نحب نخدم، علاش أنا اليوم كي نشوف المشاكل اللي عندكم كهيئة، علاش الثقة نتاعي فيكم كهيئة مؤسسة نتاع دولة لازمها تكون موجودة كي نشوف صعوبات الكل؟ يعني كيفاش الهيئة كيف ما هيئتكم اللي تواجه في مشاكل هذه الكل، في جملة ممكن الإجابة نجم أنا نعمل عليها باش دافع على حقي، إذا كان أصلا أنتم ما نجمتوش دافع على حقكم وتتحصلوا على ميزانية 2018؟ لا احنا أنا متفائلة إذا زمانها تفائل. لا لا هو هذا من الأسئلة اللي طرحوا راهم من عديد من الأخوين المتدخلين. شوف قال انا ما عنديش ثقة في الهيئات انهم هما يضمنوا ويكونوا ان كونتر بوفوار وعلى خاطرهم هما شوف احنا ما نجموش نقراو الخايب مادام انت ما ريتش حاجة. والا. شوف باش تقول خلينا نجربوا من بعد احكم عليا. انتم ريتوا اللي فما مواقف اللي هي ما تشرفش ولا حاجة، وقتها انتم تنجموا تسائلونا تنجموا تحاسبونا. انا عجبني مثلا سؤال تاريخ انا معناتها جيش اللي بختجي وقتها على الباج اللي هو شنو الحاجات اللي هي تضمن اللي الهيئة دي تكون شفافة. فهمت شنو في الانتدابات في كما قلت سؤال كما انت قلت لي في النظام الداخلي هل باش يكون فما مشاركة باش تعطيوا انتم رأيكم. هذه هما الحاجات اللي هي باش لازمها تكون هيئة مفتوحة لهيئة شفافة في الإجراءات متاعها في كل شيء، معناتها يظهر هذا واضح. من بعد شو توجه متاعنا شو الشجاعة متاعها وكل شيء ما تنجم تحكم عليه لما تشوفها هي ماشي العمل متاعها وتشوفوا وقتها تشوفوا القدرات. متفائلين في الحكاية. اي وباش نختموا بصوت الأخت نبيها داي ونقول لكم تصبح على خير. هي تنتظر منشور توضيح القانون ومحاين المنشور عدد 25 لأن المنشور يتحدث عن نفاذ الوثيقة الإدارية، دونك يحبوا حاجات تفسر القانون الأساسي خلي العباد يكملوا يستعملوه. بو هذه جو بونس اقتراح من أخت منشور اللي هي تفسر القوانين ممكن هذه تنجموا تديولوا فيه في مجلس الهيئة. هي مواطنة. ليه هي توا هي مجتمع مدني هي مواطنة مواطنة ما فيها حد شيء ما تفهم تعمل مطلب نفاذ المنشور تفسيري كان الإدارة أكثر على الإجراءات ما كانش ما زال ما تكتبش هذا يلزمكم أنتم تخموا فيه عندكم برشا خدمة ربي عينكم يعطيك صحة مرة أخرى هاجر. شكرا هاجر على عنا برشا خدمة نسكل عنا خدمة عنا دور لازمنا نلعبوه في نشر الثقافة في تفعيل القانون في مطالب منها القاعدة نتاعنا اليوم منها القاعدة نتاعنا يعطيكم الصحة مرة أخرى شيماء. أنتو كان نشكركم على الحصة هذه يعيشك على حضورك أتخيل أنتو مرحبا بأسئلتكم نحاول نجاوبوا عليها في أقرب أجل. سلامة.